بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا النبي الأمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أولا أشكر أخي وأستاذي معد الشمري والأخ معاذ العثمان، وأشكر هذه المنصة الطيبة المباركة التي جمعت فأوعت والتي شملت كل دروب العلم وأفادت الناس أيما فائدة. نحن نتشرف أن نكون أو نطل على الناس عبر هذه المنصة المباركة والتي يعني تزين سيرتنا الذاتية بأن نكون أعضاء في هذا المنبر الطيب المبارك الشائع والمنتشر والواسع هدفا وقيمة ومعنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تقديم هذه المحاضرة والتي ستكون بعنوان العامية والوحدة العربية، ولعل كل شخص يتبادر إلى ذهني ما علاقة العامية بالوحدة العربية، ولكننا نقول أن محور أو مقوم اللغة الواحدة المشتركة هو الأساس والمدخل لوحدة الأمم، ولأي أمة مهما كثر عددها وتوسعت نطاق سكنها أو توسع نطاق سكنها فهي تحتاج إلى لغة واحدة حتى تتطور بعد ذلك فتوحد في الاقتصاد، في السياسة، في كل ما يتشكل من معاني الوحدة. المؤسف أن أمتنا العربية لم تشهد وحدة حقيقية حتى الآن، رغم أنها أمم سابقة لأمم كثيرة، ولأنها أيضا تعيش في حيز جغرافي مهم استراتيجي في العالم وفي خارطة الدنيا كلها. تتميز أو يتميز الوطن العربي بميزات قلما توجد في أي قارة أخرى أو أي مكان آخر. كذلك شعوبنا تتميز بكثير من صفات المروءة والشهامة والكرم والعزة، وأيضا يجمعنا دين عظيم، وتجمعنا جغرافيا واسعة، تجمعنا تنوعات فكرية وثقافية وعادات. ولكن رغم هذا التنوع ورغم هذه المشتركات الجامعة إلا أننا ما زلنا نحلم بوحدة عربية من المحيط إلى الخليج، وحدة تحقق كثير من متطلبات هذه الأمة التي مع الأسف استضعفت أو ضعفت والتي تراجعت أو أرجعت. وسنرى في هذا البحث المتواضع كيف كانت العامية واحدة من أسباب تراجع الوحدة العربية. لعل تواجه الوحدة العربية عدد من التحديات، من ذلك العزلة الموجهة للغة العربية الفصحى. حينما نقول عزلة موجهة أي مقصودة، نتيجة ذلك ضعفت اللغة العربية في الحياة اللغوية العامة للمجتمع العربي، وحلت محلها اللهجات العامية وأخذت مكانها في ألسنة الناطقين، وبهذا تعددت لغات التواصل بين المجتمع الواحد وتفرقت الحروف والألفاظ وتنوعت باختلاف البيئة واللسان. وهذا الذي يشير إلى اختلاف واسع بين العامية والفصحى، لأن لا توجد في الفصحى تفرقات في الحروف ولا الألفاظ، ولا توجد اختلافات من بيئة إلى أخرى، فهو لسان عربي مبين وواضح. وهذا يكون أضعفنا أول مدخل للوحدة العربية، وهي اللغة الواحدة المتحدة المشتركة أو المشتركة في المعنى واللفظ والإعراب والبنية اللغوية والفصحى. هي طبعا لغة القرآن الكريم، وهي اللغة الجامعة والخالدة، وكرمت بالقرآن الكريم وزينت بالقرآن الكريم، لأن هذه اللغة ما كان لها أن تذكر لولا أن الله سبحانه وتعالى كرمها وأنعم عليها بأن تكون لغة القرآن الكريم. ولكن مع هذا أهملنا هذه اللغة المهمة، ولا توجد لغة في العالم يكاد يكون أنزلت بها أو أنزل بها كتاب عظيم من الله سبحانه وتعالى وهو يسمى كلام الله. لا توجد لغة تضاهي هذه اللغة، لأنها هي لغة الله سبحانه وتعالى ولغة أهل الجنة في كثير من الروايات، وهي يكفي أنها لغة القرآن الماجد العظيم. هذا القرآن زين هذه اللغة وجعلها
لغة رائدة وقوية وعظيمة وواسعة. كان لولا التعالي على اللغات الأخرى كان يمكن أن نقول متباهينة بأنها تكون لغة الصدارة، وهي اللغة الأولى في العالم من حيث المعنى، من حيث المحتوى، من حيث الاشتقاق، من حيث الألفاظ، من حيث كل مكونات اللغة التي تسمى اللغة. ولكن يصفون كثير من الناس بأن هذا تعالي على اللغات الأخرى، هذه اللغات الأخرى التي سيطرت على الكون وسيدت على المشهد بفضل أنها أصبحت لغة التكنولوجيا، وأنها أصبح أهلها اهتموا بها وطوروها، ونحن لم نهتم بهذه اللغة العربية الفصحى ولم نطورها، ولهذا كان ترتيبها في العالم على ما أعتقد اللغة السادسة أو غير ذلك. هذه اللغة كانت جديرة أن توحد الوجدان والمشاعر العربي، وبالتالي تؤدي إلى وحدة الأمة العربية. حقيقة هنالك مقومات لهذه اللغة العربية. هذه المقومات أو مقومات وحدة اللغة الأمة العربية، نحن كما قلت حينما نريد لأمة أن تتوحد لابد أن تكون هنالك مقومات، ومن أولى هذه المقومات وحدة اللغة مع الحفاظ على التراث اللغوي المحلي والتنوع الديني والثقافي، باعتبار أن لكل مجتمع ولكل بيئة لغة خاصة، لغة محلية. وهذه منذ عهد بعيد، منذ نشأة اللغة العربية كان هنالك لهجات خاصة بحمير ومضر، ولهجات خاصة ببني تميم، ولكن تلتقي كل هذه اللهجات في لغة واحدة عامة شاملة. بالتالي مع حفاظنا على تراثنا اللغوي المحلي ولهجاتنا المحلية وتنوعنا الديني والثقافي، إلا أن اللغة الواحدة الجامعة هو أساس ومقوم الوحدة العربية. المقوم الثاني وهي إزالة الحدود السياسية. طبعا ليس مقصود بالحدود الجغرافية والحدود التي وضعتها الأعراف، الأعراف الاستعمارية أو الأعراف المحلية وضعت بعض الحدود، هذه مكان احترام، ولكن هنالك حدود سياسية. هذه الحدود السياسية جعلت تباعدا بين العرب، وبالتالي أبعدت الوحدة العربية. كذلك المقاوم الثالث وهو الاقتصاد الموحد والجيش الواحد. ولا يمكن لأمة أن تتوحد إلا إذا كان لها عملة واحدة ولها بنك واحد ولها اقتصاد متكامل شامل ليس له حدود جغرافية، سوق مشتركة وهكذا أشياء. كذلك الجيش هو أساس البقاء في هذه الحياة ومصدر البقاء البشري. بحسب طبيعة الحياة لابد من حماية وتأمين حدود، وكثير من الإشكالات التي تواجه الأمة تحتاج إلى جيوش قوية، وقوة الجيش وقوة الاقتصاد هما مدخلان أساسيان لوحدة الأمة العربية ولبقاء هذه الأمة. ونحن نرى الآن كيف هذه الأمة سيطرت على الكون بفضل التكنولوجيا وفضل السلاح، ثم بفضل الاقتصاد والمال وبفضل السيطرة على السلاح التكنولوجي وهكذا أشياء. ذلك من أهم مقومات الوحدة هي صناعة التكنولوجيا، وهذا مفتاح التحول من مجتمع مستهلك. نحن كعرب مع الأسف أصبحنا مجتمع مستهلك للتكنولوجيا، غير مبادر وغير منتج إلا ما قل، وبالتالي السيطرة على الكون تكون بقدرة الله تعالى والتكنولوجيا التي وضع الله سبحانه وتعالى في العقل البشري، فمنهم من نشط ومنهم من جمد. كلنا وهبنا الله عقلا بشريا يقظا، ولكن غيرنا أصحاب اللغات الأخرى نشطوا هذه العقول واستلموا أو سيطروا على التكنولوجيا، وبالتالي سيطروا على الكون بعد الله سبحانه وتعالى. ونحن جمدنا هذه العقول، وبالتالي لغتنا تراجعت أن تكون هي المسيطرة على التكنولوجيا. المقاوم الأخير هو المصير المشترك، وبالتالي نحن كعرب مصيرنا مشترك، مهدداتنا مشتركة، قضايانا مشتركة، وبالتالي لابد أن إن أي خطر يهدد أي دولة عربية يهدد بقية الدول، ولأن العدو ليس لدولة عربية واحدة بل للأمة العربية، ولذلك مصيرها واحد ويجب أن يكون مشتركا. صحيح تجمعنا مشتركات كثيرة ومصائر كثيرة، ولكن تفرقنا كيفية معالجة هذه المشكلات. طبعا هذه قضية سياسية لا تتعلق بدرسنا، ولكن هي كمدخل للدرس، باعتبار أن المقومات الأخرى تتكامل مع اللغة لتكون
كون وحدة عربية، وهو هم لكل عربي ولكل حادب لهذه الأمة، أن تتوحد في يوم من أيام هذه الأمة العربية، ولا تقسمها الميول إلى المحاور العالمية وإلى قضايا السياسة وإلى الخلاف المذهبي أو الخلاف الفكري أو الديني أو العرقي أو العصبية بكل أنواع العصبية. في عودة إلى موضوعنا، اللغة العربية الفصحى وأسباب الضعف، لماذا ضعفت هذه اللغة؟ قلنا تمر اللغة العربية وهي لغة القرآن بحالة من الضعف والتدهور والتردي لا يقل عن وضع الأنظمة العربية. يعني الأنظمة العربية أيضا تمر بتدهور وتردي في كثير من القضايا، من بينها ارتهنت القرار إلى الآخر، من بينها الدكتاتوريات، الأنظمة التي تسعى إلى الهيمنة على الحكم بكل الوسائل، وهكذا أشياء سياسية مختلفة. فكان هناك علاقة مباشرة بين التردي السياسي والتمزق العربي الذي تعيشه الأمة، والأمر لا يقف عند ذلك حسب، بل يتعداه إلى كافة جوانب الحياة، حتى أصبحت اللغة العربية غريبة بين أهلها، وتأخر ترتيبها عن الصدارة العالمية كما ذكرت، وغابت عن التكنولوجيا والدبلوماسية. ويمكن أن نجمل أو تتركز أسباب الضعف في الآتي: أول سبب كان من بين أيدينا الذي جعل اللغة العربية الفصحى تضعف، وهو تزاحم العامية للفصحى. فأصبحت العامية هي لغة التواصل الرسمية للشعوب، وأصبحت هي لغة وسائل الإعلام ولغة التواصل في البيت وفي الشارع وفي الطريق. وبالتالي رويدا رويدا ابتعد مجتمعنا عن الفصحى وشاعت العامية. كذلك هذه شيوع العامية أثرت على النطق الصحيح الفصيح للحرف، لأن الطفل حينما ينشأ في بيت كله عامية وشارع كله عامية ومدرسة كلها عامية، وهنالك تداخلات في الحرف العام والحرف الفصيح كما سنرى في باقي المحاضرة، نجد أن هذا النطق سيكون متعثرا بعض الشيء إذا ما أراد أن يتكلم بالفصحى. ومع واقع نعيشه الآن نحن في أي دولة، إذا ذهبنا إلى دول الأعاجم أو غير العرب وحاولنا أن نعلمهم اللغة العربية، نتعثر في بادئ الأمر بإدخال بعض الكلمات العامية أو إخراج بعض الحروف من غير مخارجها، لأننا تعودنا على إخراجها من مكان آخر، وعيب العامية أنه يخرج الحرف من مخرج آخر غير مخرجه. يعني كما سنرى ذلك، مثلا القاف تخرج من جاء، قال قال. إذا غيرنا الصوت وغيرنا المخرج. كذلك أبعدت الأمة عن القرآن الفصيح، لأن اللسان الذي يتعود على العامية والطفل الذي ينشأ في بيئة عامية يصعب عليه أن يفهم القرآن لأنه فصيح، وبالتالي يرى القرآن غريبا لأنه لم يتعود على مثل هذه اللغة. السبب الثاني من أسباب الضعف هو الاستعمار وجهوده للهدم. هناك جهود منظمة لتقوية اللهجات، ونقصد بالاستعمار هو ما كان بيننا في بلادنا العربية من دول أجنبية صادرت القرار وصادرت الاقتصاد وصادرت السياسة، وبالتالي هيمنت على دولنا حقبة من الزمن، سواء كان من بريطانيا أو فرنسا أو غير ذلك من دول العالم. هذه ركزت على تقوية العامية واللهجات المحلية واللغات الأجنبية، وضحت بالفصحى، لأنها تعلم هذه المنظمات وهذه الجهات أن الفصحى إذا انتشرت وشاعت بين الأمة العربية هذه الفصحى ستوحدهم. ولكن حينما نجعل لكل دولة لهجة خاصة تختلف عن الدولة الأخرى، هذا يفرقهم، فاللغة الجامعة توحد واللغة المختلفة تفرق. هنالك محاولات فرض اللغات الأجنبية، وجدنا هذه في مدارسنا في جامعاتنا، كثير من المقررات باللغة الأجنبية. كذلك المثقفين من أبناء العرب حينما يتكلمون بالوجاهة اللغوية يستخدمون اللغات الإنجليزية واللغات الفرنسية، وشربنا من هذا الكأس كثيرا. مع احترام اللغات هي أصل الإنسان، وهناك مثل يقول لغة واحدة إنسان واحد، لغتان يعني اثنان أو اثنين إنسان. وبالتالي اللغة مهمة، اللغات الأجنبية تعلمها مهم،
ولكن فرض اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية الفصحى هذا هو الأمر الذي أدى إلى إضعاف اللغة. لكن نحن نهتم بكل اللغات، نتعلم كل اللغات، هذا يفيدنا وهذا مدخل لثقافتنا وتطورنا مع احتفاظنا بلغاتنا الأصل. هناك أيضا الاستعمار قام بالغزو الثقافي والتكنولوجي. حينما نقول استعمار لا نعني حقبة تاريخية محددة، وإنما يظل هذا الغزو الثقافي والتكنولوجي حتى الآن، فأصبحت لغة التكنولوجيا هي لغة أخرى، وأصبحت الأفكار والثقافة والتراث والعادات وحتى يعني الوجاهة الاجتماعية والتعاملات كلها أصبحت أجنبية بالنسبة لنا، تأثرت بلغات غيرها. من أكبر أسباب ضعف اللغة العربية الفصحى هي لغة التعليم أو المؤسسات التعليمية، لأن يعني كثيرا ما نجد أن المدارس أو المؤسسات التعليمية تهتم في لغة التعليم باللهجات أو باللغات الأجنبية، وهذا يؤخر تطور الطالب في التكلم بالفصحى. كذلك تعلم غير الناطقين بالعربية، هذا التعليم، هذا النوع من أنواع التعليم نوع مهم جدا جدا وأساس، لأننا نحن الآن نعلم كل الشعوب المسلمة خاصة الأتراك أو الهنود أو الماليزيين أو دول أو شعوب وسط آسيا وشرق آسيا، كثير من الدول غير العربية ولكنها هي مسلمة بالفطرة ومسلمة بالأصالة، وبالتالي من حقها أن تتعلم لغة القرآن، لغة الفقه والحديث، لتتواصل مع هذا الدين الحنيف ولتتواصل مع الأمة العربية. فنحن نحتاج أن نعلم، لكن نعلمهم بأي شيء؟ يجب أن نعلمهم باللغة العربية الفصحى وليس بالعامية، ويجب أن تكون مؤسساتنا التعليمية مركزة على الفصحى. أيضا هنالك الأمية اللغوية عند العامة، أقصد عامة المجتمع، الأهالي تتركز في لغة التواصل هي العامية ليست الفصحى. صحيح قد يتعجب بعض الناس حينما ندعو إلى محو هذه الأمية وإلى تعليم كبارنا اللغة العربية الفصحى، قد يرى هذا مستغربا، ولكن إذا أصبح عادة في المجتمع وتأصل في المجتمع سيكون أمرا طبيعيا. اللغة العربية الفصحى وعلاقتها بالوحدة العربية، باعتبار أن الفصحى بمفهومها اللغوي وتميزها الصوتي التي نزل بها القرآن الكريم وتحدث بها، فهو النص المقدس في قواعد العربية ومرجع للقياس، وهو الأصل في مظاهر وحدة العرب ويضمن مستقبلا رائدا للأمة. ولكن هناك مظاهر تتوافر في هذه اللغة العربية الفصحى تجعلها رائدة في تحقيق الوحدة العربية. أولا ابتكار، هذه اللغة توصف بلغة الابتكار، لغة التجديد، لغة الحياة النابضة، باعتبار أن تستطيع من خلال هذه اللغة أن تبتكر وأن تستفيد من اللغات الأخرى، وأن تصدر بعض الألفاظ المفردات إلى لغات أخرى، وأن تحول هذه الكلمات المفردة الواحدة في اللغة تصلح لأن بتحويلها إلى قوالب عدة وإلى تراكيب مختلفة وإلى معاني مجملة. كلمة واحدة ممكن يعني أو المعنى أو العمل الواحد يمكن أن يكون له كلمة موازية دقيقة يعني متصلة به. يعني نحن لو مثلا أخذنا مثال كلمة go في الإنجليزية، هي بكل معاني go المحيطة بها تعني المشي فقط. إذا كان الإنسان انحدر تحت الأرض نقول له go on، وإذا في الأعلى نقول، وإذا في المستقيم نقول go stand، وهكذا كلها go go. لكن حينما نأتي إلى اللغة العربية، إذا كان يمشي نقول مشى، وإذا كان يسرع نقول هرولة، وإذا كان مشى ليلا نقول سرى، وإذا كان يمشي سريعا نقول جرى. يعني لكل كلمة معنى محدد بزمن محدد بطريقة محددة بأداء محدد، هذا هو الابتكار. لو أننا جعلنا هذه اللغة مبتكرة دائما ستكون لغة رائدة وتجمعنا جميعا. كذلك تتميز هذه اللغة بالشمولية باعتبار أنها لغة تصلح لكل العالمين. هناك لغات لا تصلح لغير أهلها، هناك لغات يعني لا يستصيغها البشر، لكن اللغة العربية لغة تصلح لكل الأمم،
كل الشعوب، وتصلح لكل المكونات، وتصلح لكل مناحي الحياة، حياة الإنسان. هي تسمى لغة المرافعة، هي لغة الخطاب، هي لغة الفن، هي لغة الموسيقى، هي لغة شاملة وكاملة لكل شيء، بخلاف العامية. العامية ليست شاملة، العامية تنحصر في بيئة جغرافية محددة، لقوم محددين، لمجتمع محدد، على ثقافة محددة، وليس لها يعني الشمول الكامل مثل اللغة العربية التي يمكن أن تغطي كل الوطن العربي بل كل العالم. الإبداع، وهي لغة مبدعة فيها كثير من الإبداعات في مجال البيان، في مجال البلاغة، في مجال الشعر والأدب، في مجال الإخراج اللغوي الفصيح، كثير من مكونات اللغة العربية. لأن هذه اللغة يصفها بعض العلماء بأنها هي كالبنيان، هذا البنيان أساسه الأعمدة التي تصب في هذه الأرض هي النحو والصرف، هذا الأساس. أما الجدران هي المهارات اللغوية، لأن أنت إذا صببت الأعمدة في البناء ولكن بدون أن تبني عليه غرف وشقق تكون لا قيمة لهذه الأعمدة. ولكن مهارات اللغة، مهارات التواصل اللي هي الاستماع والقراءة والتكلم والمشاهدة وهكذا أشياء، هذه مهارات التواصل اللغوي التي تجعلك تتواصل مع الآخرين. بعد ذلك هذا المبنى إذا أردت أن تضع له جماليات وشكليات، تضع له بعض الابتكارات والإبداعات الفنية الجميلة، هذا يسمى البلاغة والأدب والنقد. هذه لغة يعني تصلح أن تكون منهج للأمة ومعول أساس في وحدتها. لذلك الثراء، هذه اللغة ثرية وغنية، غنية بالمفردات، غنية بالمرادفات، غنية بالحروف، غنية بالمعاني، غنية بالتراكيب، غنية بكل محتويات اللغة. يعني نحن لو قسنا اللغة العربية بلغات أخرى نجد تلك اللغات بعضها جامدة، بعضها لغة مفردات، معاجم، لغة معاجم فقط. لكن اللغة العربية ليست لغة معاجم فقط وليست لغة معاني، وإنما لغة مباني ولغة غيم ولغة محورة في محاور كثيرة جدا. أكثر ما يميز اللغة الاشتقاق، وهذا قل ما نجده في اللغات الأخرى. من الكلمة الواحدة يمكن أن تشتق عشرات الكلمات، بل هناك كلمة ممكن أن تشتق منها 20 مفردة و20 لفظ، وكل واحد يؤدي إلى معنى آخر. ولهذه يعني تسمى لغة المرافعة، لأن أو الاتفاقيات الدولية حينما تكتب باللغة العربية لا تجد أي ثغرة قانونية لتجاوز هذا الاتفاق، لكن إذا كتبتها باللغة أخرى يمكن أن تجد فيها بعض الثغرات. الميزة الأخرى هو الهوية، ولكل أمة هوية. وهو من هو؟ ما أصلك؟ أنت عربي؟ إذا تكلم العربية، تكلم بالعربية لتعرف أنك عربي. لأن العروبة لسان، العروبة ليست جنس، ليست عرق، العروبة لسان، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وسميت بالعربي لوضوح اللغة ولبيانها ولشموليتها ولإيضاحها. فهوية العربي لغته. إذا كان العربي يتكلم باللغة الإنجليزية كما رأينا في دول عربية كثيرة، تذهب إلى هذه الدولة وهي دولة عربية، إذا لا تتكلم اللغة الإنجليزية لا تستطيع أن تتعايش مع هذا المجتمع. أنت عربي وفي دولة عربية، الإنجليزي يعيش بحرية وبعزة أكثر منك. لماذا؟ لأن هذه الدول فقدت الهوية. الهوية اللغوية هو أساس الهوية، لأن الهوية تتكون من 3 مكونات أساسية: لسان ودين وجغرافيا. فأنا حينما مثلا أقول أنا سوداني، أقول هويتي سوداني، لساني عربي، الجغرافيا إفريقيا، ودين الإسلام، 3 مكونات للهوية. بالتالي أساس أي هوية هي اللغة. كذلك من أهم مقومات اللغة أو مقومات اللغة كونها واحدة من مجالات الفصحى، الحياة. هذه اللغة حية، لن تموت هذه اللغة، لأن لغة خالدة بخلود القرآن الكريم.
وبالتالي هناك لغات كثيرة كما تعلمون ماتت، لغات كثيرة كنا نسمعها في التاريخ، ولكن هذه اللغات الآن ماتت كلها. حتى اللغة الإنجليزية بعض العلماء يقولون أن هذه اللغة مهددة بالموت، أن هنالك مفردات لا تستعمل وتركت أو لا توافق البيئة من حولنا. هذه اللغة أيضا جسر، ومعنى الجسر أنها تصلنا بغير العرب، لأن كما قلت أن المسلمين من غير العرب يهتمون باللغة العربية ليتعلموا دينهم، وبالتالي هذه اللغة توصلنا بهم وتجعلنا نتواصل معهم. هذا الجسر يجعلنا نتوحد مع كل المسلمين في العالم، وفي النهاية نصل إلى لغة واحدة تجمعنا جميعا. لكن إذا كنا نتكلم بالعاميات، والمسلمون من غير العرب يتعلمون اللغة العربية الفصحى التي فيها القواعد والضوابط والكتب والمؤلفات بغير العامية التي ليس فيها كل هذا، فنكون كأننا توحدنا معهم، ولكن حينما نخاطبهم بالعامية لا يفهموننا. البيان، هذه اللغة لغة بينة، لغة واضحة، لغة ليس فيها أي غموض، وهذا واضح، أثبته القرآن الكريم وأثبتته السنة النبوية، أثبته الواقع. كذلك هذه اللغة تتميز بالربط، تستطيع أن تربط أمة كاملة في حزمة واحدة في مجتمع واحد، بغض النظر عن المسافات والأماكن تستطيع هذه اللغة أن تربطهم ربطة واحدة، ورأينا أمم كثيرة توحدت بفضل اللغة. كما قلت الفصحى وهي ووحدة المسلمين، أن الفصحى تجمع بين العرب والمسلمين من غيرهم بسبب أنها لغة الدين، ويهتم المسلمون بتعلم اللغة العربية الفصحى لغرض فهم القرآن الكريم والحديث وكتب الفقه والتراث الإسلامي، وللتواصل مع العرب في كل مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية والسياسية وغيرها، ولكن لا يستطيعون التواصل مع العرب بسبب العامية التي لم يدرسوها ولم يجدوا لها قواعد نحوية ولا صرفية. غير العرب كما قلنا يدرسون اللغة العربية الفصحى من الكتب والمراجع والمعاجم اللغوية المعروفة بضوابطها النحوية والصرفية المعروفة. وحينما يدرسون هذا هنالك مواقف كثيرة في هذا الشأن يحكيها المسلمون من غير العرب في صعوبة الاندماج مع المجتمعات العربية البسيطة، وتواجههم مشكلة الممارسة في البلاد العربية، إما بسبب عدم فهم العامية أو انتشار اللغات الأجنبية، وهنالك نماذج كثيرة. هذا يعني، وهذه أكبر مشكلة تواجه اللغة العربية الفصحى بسبب انتشار العامية. غير العرب يتعلمون اللغة العربية كما قلنا الفصحى بقواعدها وضوابطها. حينما يأتون الاندماج في مجتمعات العرب باعتبارهم تعلموا اللغة العربية وأصبحوا من المتمكنين فيها، يصطدمون بواقع آخر في المجتمع العربي، لا يستطيعون الاندماج ولا يستطيعون ممارسة اللغة. يتفاجأ أن الشعب كله يتكلم بالعامية ولا يفهمون شيئاً مما يقولون، وبالتالي هذا يحدث بعد بين المسلمين والعرب. يحكى أن هنالك بعض الأجانب مثلا الأتراك أو غيرهم يذهبون إلى دول العرب، والتركي مثلا يتكلم باللغة العربية الفصحى مع سائق التاكس أو مع المخدمين في الفنادق أو في المطاعم أو غير ذلك، ولكن العربي بدل أن يرد له باللغة العربية الفصحى يرد له بالإنجليزية أو بالفرنسية، غالبا يرد بالإنجليزية. فهذا الرجل التركي مثلا: يا أخي أنا أتكلم معك بالعربية الفصحى وأنت عربي، لماذا ترد علي باللغة الإنجليزية؟ يقول: أستاذ أنت تتكلم باللغة العربية الفصحى وأنا ما أفهم شيئا. يعني هو يفهم اللغة الإنجليزية أكثر من فهمه للغة العربية الفصحى لسيطرة العامية على حياته، وبالتالي أصبح هناك ابتعاد بين العربي وبين المسلم الذين ينبغي كان أن تجمعهم لغة واحدة. وبالتالي ليس كل العرب، إنما فقط المثقفون من العرب صحيح يعرفون اللغة الفصحى ويتكلمونها كما هي، ولكن عامة الشعب الذي يحتاج إليها الأجنبي سواء كان جاء للتجارة أو السياحة أو التعليم في الدول العربية، يحتاج أن يتعامل مع كل الناس في الأسواق في الشوارع في كل الأماكن، يحتاج أن يتكلم بلغته الفصحى، فيتعجب حينما يجد أن العرب نفسهم
لا يتكلمون اللغة العربية. وهذا الذي جعل الزمخشري في قديم الزمان يقول للعرب تعالوا أعلمكم لغتكم. لماذا؟ لأنه وجد العرب يتكلمون بلهجات غريبة عن اللغة العربية الفصحى التي تعلمها وألف فيها الكتب. بالنسبة للعامية، هو تعريفه طبعا هو الكلام غير المعرب، ويسمى باللسان العربي الدارجي في شؤون الحياة العامة، محكية عن بيئة معينة من جذور اللغة، صحيح، ولكن اختلفت في النطق وتنغيم الحروف والنحو. بمعنى أن العامية هي أصلها مأخوذة من اللغة، من جذور اللغة العربية. وقد يرى بعضكم كثير من الكلمات العامية هي من أصل اللغة، ولكنها مختلفة أو تغيرت إما في نطق الحرف أو في تنغيم الحرف أو في النحو أو في الصوت. وبالتالي هذه جعلتها لغة محكية ليست أصل، فلم يستطيعوا أن يجدوا لها قواعد ولا أن يؤلفوا لها تراجم ولا معاجم. وبالتالي أصبحت لغة بيئية محلية دارجية، لا ترتقي أن تكون لغة عالمية. وهنالك مظاهر أو ميزات لهذه العامية التي جعلت لها تأثير سالب على الوحدة العربية، من بينها المحدودية. إذا أردنا لغة توحد العرب لابد أن تكون لغة شاملة. العامية لغة محدودة، المصريون يتكلمون بلهجة معينة، المغاربة لهم عامية محددة، السودانيون لهم عامية مختلفة، الشوام لهم عامية مختلفة. بالتالي كل عامية تمثل محدود جغرافي، محدود بشري، ومحدود مكاني محدد، وبالتالي أصبحت ليست شاملة. لا تستطيع أن تجعل هذه العامية لغة واحدة لكل العرب أو لكل العالم أو تصدرها للعالم. وهذا يأخذنا إلى الانحسار. انحسار اللغة يعني لا تستطيع أن تكون جسرا للتواصل مع الشعوب الأخرى، ولا نستطيع أن نصدر هذه اللغة إلى العالمين من حولنا، ولا حتى نستطيع أن نجعلها واحدة من اللغات في الأمم المتحدة أو في اليونيسيف أو في أي مؤسسة دولية. يعني لا نستطيع باللغة العامية أو بلهجاتنا العامية هذه أن نخاطب العالم الخارجي، وبالتالي انحسرنا في مجتمعنا، وليس في مجتمعنا العربي فقط، بل انحسرنا في مجتمعنا الجغرافي وبيئتنا المحصورة والصغيرة يعني. وبالتالي لا يمكن أن ترتقي العامية لتكون واحدة من وسائل وحدة العرب. واحد أيضا من مظاهر أو من عيوب العامية عدم الإعراب. يعني ما يميز العامية والفصحى أن الفصحى معربة والعامية غير معربة، وبالتالي أي شيء غير معرب يؤدي إلى خلط الفهم وإلى الالتماس في المعاني. ولهذا كثير من النحات في العصر الحديث دعوا إلى إلغاء الإعراب، ووجدوا هجوما عنيفا، ووجدوا حرب ضروس من الذين يفهمون اللغة. كيف تلغي الإعراب وهو الإعراب هو أصل اللغة؟ يعني حينما نقول إعراب يعني النحو والصرف، يعني اللغة الفصحى، فصحى يعني الإعراب. وبالتالي الفرق بين الفصحى وبين العامية أن هذه معربة وهذه غير معربة. وبالتالي أي لغة غير معربة لا يمكن أن تكون لغة رئيس. الافتقار، هذه اللغة أيضا يعني تفتقر إلى كثير من الأشياء، تفتقر إلى قواعد، تفتقر إلى ضوابط، تفتقر إلى بنية اللغة، تفتقد إلى كثير من مقومات ومعينات اللغة التي تجعلها متطورة نامية وهكذا. كذلك التعجيم، يعني لا توجد معاجم لهذه اللغة. صحيح هنالك بعض الجهود من الذين وضعوا معاجم للعاميات، ولكن في إطار الدولة الواحدة فقط. يعني لا نستطيع مثلا أن نضع معجم للهجة أو العامية الشامية مثلا لنجعلها لكل العالمين أو لكل الدول العربية، لا يمكن. عندنا في السودان مثلا بروفيسور رحمه الله قاسم عون الشريف قاسم ألف كتاب اسمه معجم اللغات المحلية أو السودانية، كل اللهجات السودانية جمعها في معجم واحد، ولكن ظل هذا عفوا ظل هذا المعجم في إطار جغرافي محدد، لا يستطيع أن ينتقل إلى العالمية، لأنه يخاطب مجتمع محدد، بيئة محددة، ولغة محددة. هنالك أمر خطير جدا في عيوب العامية، وهي مجافاة القرآن الكريم. يعني الذي يعتمد العامية لغة في الفهم والاستيعاب والتخاطب والتواصل من الصعب أن يفهم القرآن، لأن القرآن الكريم جاء بلغة فصيحة ولغة عالية ولغة
لها معاني وقيم كبيرة جدا. وتفسير القرآن الكريم اجتهادات علماء عبر التاريخ وما زالوا يختلفون، وكبار العلماء يحاولون تفسير بعض معاني القرآن فيه مشتبه وفيه بعض الآيات يختلف حولها كثيرا، لأنها يعني هي تفسير لغوي أكثر، وبالتالي يعني باعتبار أن الكلمات القرآنية فصيحة يصعب على العامي أن يفك طلاسم هذه الآيات القرآنية. الموت، الموت بمعنى يعني هنالك لغة إذا كان ليس لها معاجم وليس لها قواعد مهددة بالموت، ويمكن أن لأنها في إطار جغرافي محدد يمكن أن تختفي من الوجود، يمكن أن تتغير، يمكن أن تبدل بلهجات أخرى، وأحيانا نجد في الدولة الواحدة يتكلمون الناس بعاميات مختلفة، يعني مثلا في شمال البلد يكون عامية، في جنوب البلد عامية أخرى، وهكذا أشياء. هذه اللغة ستموت، ولهذا نرى كثير من اللهجات القبلية مثلا في كثير من الدول بدأت تموت، يعني هنالك لغات كثيرة كنا نسمع بها لقبائل في إفريقيا، في اللغة في الدول العربية، في غير ذلك قمصت، حتى في أوروبا يعني هذه اللغات الآن اختفت. الأمر الآخر هو الاختلاف، الاختلاف بين دولة إلى أخرى ومن لهجة إلى أخرى، أي اختلاف هذا يجافي معنى الوحدة، فمجرد أن نجد هنالك اختلاف إذا هذا أمر يبعد الناس من الوحدة تماما، ولهذا اختلاف في المذاهب أبعدنا من الوحدة، اختلاف في السياسة، اختلاف في الحكام، اختلاف في كيفية إدارة حكم العالم العربي، هل بالمماليك، هل بالسلطنة، هل بالديمقراطية، هل بالجمهورية، هذا الاختلاف أيضا أبعدنا عن بعضنا البعض، فالعاميات مختلفة. أيضا الكتابة، هذه اللغة ليست مكتوبة، يعني حينما أنت تنطق بعض العاميات بحرف الجا مثلا كيف تكتب هذا الحرف؟ جيم الشجرية، بعض كثير من حروف العامية لا تكتب، حتى العامية نفسها يعني لا تجد كتب ألفت بالعامية إلا في بعض الروايات أو في الدردشات، دردشات التواصل، لكن لا ترتقي إلى كتب علمية تصلح أن تكون مراجع. أخيرا طمس الهوية، يعني حينما نقول الهوية العربية كما قلنا نعني اللغة واحدة من عناصر الهوية، فبالتالي مجافاة الفصحى وانغماس الشعوب العربية في العامية تخفف أو تطمس الهوية العربية نفسها، لأن يرى كثير من العالمين من حولنا أن لهجاتنا المحلية ليست لغة، فبالتالي لا تمثل هوية وإنما تمثل تراث، والتراث يكون محترم ومقدر وله يمكن أن نحافظ عليه ونطوره أيضا، ولكن لا يرتقي إلى مستوى أن نوحد به أمة العرب. هناك أسباب جعلت العامية تنمو في مجتمعنا، من بين ذلك أن العامية تتميز بالمرونة، بمعنى ما الذي يجعل العرب يهتمون بالعامية أكثر من الفصحى ويميلون دائما إلى العامية في مخاطباتهم، في أسواقهم، في أشعارهم، في وسائلهم، لأن العامية تتميز بالمرونة، مرنة، ويعني لها القدرة على استجابة المتغيرات والمصطلحات الوافدة والاستعمالات التفعيلية من تبادل اللغات الأجنبية وتبديل الصوت اللغوي، بمعنى يعني ممكن تأثرت العامية باللغة الإنجليزية فدخلت عليها كثير من الكلمات أفسدت جوهر الكلمة وحولتها بين الإنجليزية والعربية أو بين العربية والفرنسية. هذا نجده واضحا في الدول التي كانت تحت الاستعمار الإنجليزي، نجد الكلمات العامية قريبة إلى الإنجليزية، والدول التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي كدول المغرب العربي مثلا نجد العامية قريبة من الفرنسية، وبالتالي تداخل بين هذه اللغات، وهو أمر مقصود طبعا من المستعمرين، هذا الأمر الذي جعل هذه العامية تستجيب لأي متغير، وممكن نستخدم أي مصطلح وافد ونضعه في العامية ونتكلم به، وبالتالي الأمر يكون سهل. ثانيا أيضا استعمال اللهجة أقرب إلى نفس المستعمل ويميل إليها لسهولتها وبساطتها، بل سرعان ما يعدل المتكلم عن الفصحى للعامية في حالة نقص القدرة على الكلام. يعني العامية واللهجات سهلة الاستعمال، ليس لها ضوابط، ليس لها رفع ولا نصب ولا مراعاة لضوابط اللغة، وبالتالي تأتي سليلة منسابة سهلة بدون أي تكلف وبدون أي، وحتى أحيانا الرجل يتكلم بالفصحى ولكن سرعان ما يتحول إلى العامية لأنه ليس له القدرة على إتمام الكلام بالفصحى. أكبر مشكلة هو نشأة الطفل في بيت أهله على العامية، يعني نحن
الأب أو الأم ينشئ الولد في بيئة عامية كاملة، يتكلم الأب بالعامية وتتكلم الأم بالعامية، وبالتالي ينشأ هذا الولد على العامية، وبالتالي تتركب في ذهنه الأصوات مختلفة، الحروف تراكيبها، حتى غناء الجملة لا يوجد، حتى القوالب اللغوية لا توجد، حتى موسيقى اللغة تفتقد اللغة لكثير من مقومات اللغة. وبالتالي حينما يكبر ويأتي إلى المدرسة ويصطدم بلغة تضعه الفصحى، وهذا الذي يأخذنا إلى البند الرابع، أن يتوهم بعض الدارسين أن الفصحى بقواعدها النحوية والصرفية فيها صعوبة، فيملونها وينصرفون عنها إلى العامية. وبالتالي الطالب حينما يأتي إلى المدارس تختلف لغة التعليم عن لغة البيت. حينما يذهب إلى الجامعة، حينما يذهب إلى المسجد، يعني الطفل في البيت نشأ على العامية، حينما يذهب إلى المسجد يجد الإمام يتكلم باللغة العربية الفصحى ويقرأ القرآن ويشرح ويفسر وهكذا أشياء، فقلما يفهم شيئا لأنه يرى غرابة فيه. هذا اسمه انشطار اللغة، انشطار الشخصية اللغوية للطفل، فيجد لغة مختلفة عن لغة البيت، هذا يحدث له نوع من المشكلة. خامسا، التواصل اليوم في المدارس والأسواق والتجمعات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بالعامية. كذلك المعلمون، بعض المعلمين يعني يجدون صعوبة في التواصل والتدريس بالفصحى مع التلاميذ، وليس لدى المؤسسات التعليم الحماس لتدريبهم على التكلم بالفصحى. هذا نجده في كثير من مدارس العالم العربي، المعلم يشرح ويبين بالعامية، يتكلم مع تلاميذه بالعامية، وبالتالي استمرت العامية من البيت إلى المدرسة، وبالتالي احنا ضيعنا أكبر فرصة أننا ممكن ننمي لغة فصيحة لدى الطالب. هنالك بعض الأمثلة في اللهجات اللي هي اختلاف اللهجات الذي يبعدنا. نحن قلنا اختلاف اللهجات بين الدول العربية هي التي أبعدتنا من الوحدة. وبالتالي هذا الاختلاف تمثل لنا في الصوت، يعني صوت العامية في مصر تختلف عن صوت العامية في السعودية مثلا، ترتيب أيضا الحرف نفسه، مخرج الحرف، التلفظ. وبالتالي نرى يعني أي وحدة، أي لغة تستطيع أن تحقق الوحدة؟ هل اللغة الفصحى التي ليس فيها أي اختلاف، أم اللغة العامية التي كلها اختلافات؟ فمثلا في الترتيب، مثلا قولنا نحن، ففي السودان مثلا نقول نحن، في السعودية نقول حنا، في مصر مثلا إحنا، وفي كل دولة نجد لفظ وصوت مختلف عن النحن. صحيح ممكن بعض الناس يقول لك هذه الكلمات حنا إحنا هي فصيحة، عدناها إلى جذورها، عدناها إلى المعاجم، ووجدناها هي أيضا من اللغة، ولكن لماذا الاختلاف إذا كانت هي من اللغة؟ لأن الاختلاف يبعدنا. مثلا في ليبيا نسمع كلمة باهي، في تونس كلمة برشا، هذه كلها كلمات تحتاج إلى قواميس وتراجم ومعاني، وصحيح ثراء محلي، ولكن لا يمكن أن تكون لغة عالمية. هناك أيضا أمثلة في اختلاف الصوت، مثلا قولنا ماذا نريد، في السعودية مثلا نقول إيش تبغى، في الشام نقول شي بدا، في السودان مثلا نقول داير شنو. في كل مرحلة اختلفت التراكيب واختلفت الأصوات واختلف الترتيب، وبالتالي عفوا والمعنى واحد. أخيرا عندنا اختلاف في الحروف أيضا، هناك أمثلة. قلنا بعض الدول مثلا تنطق مثلا القاف ألفا، فنقول بدل قلم نقول ألم، وبعض الدول مثلا تقلبها قاف شجرية نقول قلم، وبعض اللهجات مثلا تقلب اللام ميم زي البر أمبر، ليس من أمبر أم صيام أم سفر. فبالتالي كل هذه اختلافات من بيئة إلى بيئة، من جغرافيا إلى جغرافيا، من مكان إلى مكان، وقلنا الاختلاف يبعدنا من الوحدة. الاهتمام بالفصحى بهدف الحفاظ على الهوية الدينية والربط الاجتماعي بين اللغة والناطقين بغيرها لتحقيق الوحدة الإسلامية برابط الدين، والوحدة العربية برابط النسب. يعني هذه الفقرة ماذا تقول؟ نحن لنا هوية دينية، بالتالي نحتاج إلى لغة فصيحة واحدة مرتبة لتربطنا اجتماعيا
وثقافية وفكرية مع أهل اللغة هم العرب والناطقين بغيرهم أو بغيرها غير العربية عشان نحقق وحدة إسلامية. وكذلك بين العرب فيما بينهم برابط الدين أو برابط النسب نحقق وحدة عربية. كذلك مهم جدا ننشئ الطفل العربي في بيت الفصح من أبوين فصيحين ونصنع بيئة لغوية سليمة لبناء قدرات الطفل الفكرية والوجدانية والعقلية والإدراكية على الفصحى. الطفل حينما تتشكل وجدانه وأفكاره ومشاعره تتشكل بلغة محددة إنجليزية فرنسية زي ما الحديث أبواه يهودانه أو يمجسانه. فالطفل يولد على الفطرة، نحن ندخل فيه اللغة التي نريدها، هذه اللغة هي التي تشكل قدرات الطفل الفكرية. يعني أنت حينما تفكر بالعامية تختلف حينما تفكر بالفصحى، مشاعرك والوجدان حينما تتركب بالعامية تختلف عن تركيبها بالفصحى. وبالتالي نحن نكون ركبنا حتى العقلية والجوانب العقلية والإدراكية لدى الطفل في بيئة العرب، نحن جعلنا هذا العقل وهذا الإدراك كله يبنى على العامية، وبالتالي ستشكل لنا الصدمة في المستقبل. ثالثا، جعل المؤسسات التعليمية ناطقة بالفصحى. يعني لا بد أن نجعل كل هذه المؤسسات التعليمية ناطقة بالفصحى، لأننا في البيت أنشأنا الطفل على الفصحى، حينما يأتي إلى المدرسة أيضا لا بد أن تستمر الفصحى حتى لا يحدث انشطار لشخصية الطفل اللغوية حينما يتفاجأ بلغة مختلفة عن لغة البيت، وبالتالي تحدث خلل في كمال قدرات الطفل الذهنية، لأنه حينما يصطدم بلغة جديدة في كل شيء، في أصواتها، في حروفها، في تراكيبها، في تراتيبها، هذا الأمر يفسد كثير من التركيبة الذهنية للطفل. هناك طلب بمحو أمية الكبار وربطهم بلغة دينهم وجعل الفصحى لغة الأسواق والشوارع والبيوت. بمعنى يعني نحن لا نقول أن كبارنا في مجتمعاتنا العربية أميون، ولكن نقول المجتمعات البسيطة تستطيع أن تقول أو تتكلم هي بالعامية. ممكن أن ندخل عليها الفصحى في تعاملنا، في تعاطينا مع الكبار في مجتمعاتنا، في أسواقنا، في شوارعنا، والخبراء يجدون الوسائل الكثيرة لهذا الأمر. جعل الزائرين من الأجانب يتعلمون اللغة العربية للتعامل مع العرب في مجال السياحة والتجارة والتعليم. المؤسف أن كما قلت كثير من دولنا العربية يأتي الأجانب للزيارة أو للتجارة أو للسياحة، لا حاجة أن يتعلموا اللغة العربية ولا حاجة إلى أن يهتموا باللغة العربية أصلاً، لأن يجدون المجتمع كله يتكلم باللغة الإنجليزية. يعني أنا زرت مدينة عربية لا داعي لذكر اسمها، كل الشعب يتكلم باللغة الإنجليزية في الفنادق، تاكس، المطارات، في كل مكان. وأنت عربي إذا لا تجيد اللغة الإنجليزية لا تستطيع أن تتعامل مع المجتمع البتة. فنحن محتاجين مثلما نحن نذهب إلى أمريكا مثلا، أولا نتعلم اللغة الإنجليزية، الذي يأتي إلى تركيا أولا يتعلم اللغة التركية ثم يندمج في المجتمع. يجب أن يكون أيضا هكذا منهج، الذي يأتي إلينا زائرا يتعلم لغته ثم يندمج في مجتمعه. سادسا، أهمية تثبيت الفصحى في لغة الدبلوماسية والخطاب الدولي والإعلام. أيضا من ملاحظاتنا أن هنالك الدبلوماسية العربية تتعاطى باللغة الإنجليزية دائما، حتى الخطاب الدولي. يعني بعض الرؤساء في الدول العربية حينما يذهبون إلى لقاءات في أوروبا أو في أمريكا يخاطبون في المؤتمرات الصحفية أو في المؤتمرات أو في الاجتماعات باللغة الإنجليزية، وهذا خطأ. أنت ينبغي أن تتحدث بلغتك العربية الفصحى ويترجم لهم، يعني هنالك وسائل الترجمة متوفرة. نرى كثير من رؤساء الدول يتكلمون بلغاتهم، مثلا الرئيس التركي إذا ذهب إلى أي مكان ولو يجيد اللغة العربية جيدة، وإذا ذهب حتى إذا ذهب إلى دولة عربية ويتكلم بلغته التركية ويترجم للناس. إن هذه هوية، من أنت بلغتك، ليس يعني أنك تجيد اللغة الإنجليزية وأنت مبدع في اللغة الإنجليزية أن تترك الهوية الأصل وتخاطب خاصة السفراء ومناديب الدول وهكذا. كذلك وسائل الإعلام، يعني فيما سوى نشرة الأخبار نجد في كل وسائل الإعلام في الدول العربية الخطاب بالعامية، البرامج بالعامية، هذه الدعايات بالعامية، هذا أيضا خطر كبير. الخلاصة، نحن لا ندعو لإلغاء العامية في حياة العرب، فهي تراث أصيل واجتهاد لغوي محترم
ومنشأه قديم من منشأة اللغة، ولكننا ندعو لعدم جعل العامية محل الفصل. يعني هنالك اختلاف في الرؤية وفي المنادى. لا نقول إلغاء العامية، تراثنا هذا، هذا اجتهاد لغوي محترم ومنشأ قديم، ليس حديثا. يعني كما قلت، في كل العصور منذ نشأة اللغة الناس يتكلمون العامية واللهجات، ولكن الخطورة في أن نجعل هذه العامية محل الفصحى، هذا هنا هي المشكلة. فلكل غرضه ولكل بيئاته. يعني اللغة العربية الفصحى لها غرضها ولها بيئاتها، ولكن لغتها غرضها أشمل وبيئاتها أوسع. أما العامية لها غرضها ولها بيئاتها، لكن بيئاتها أقل وأضيق، وأغراضها أيضا محصورة ومحدودة. وبالتالي نحرص على الفصحى لأنها تجمعنا وتؤلف بيننا وسائر المسلمين في الأرض، وتجعلنا أمة لها هويتها ولغتها الموحدة ودينها القويم وأصالتها، لنأخذ موقعنا العالمي الذي يوافق قيمة الفصحى. وأنا أختم بقصة قابلتنا نحن في آسيا وأوروبا، نعلم غير العرب، نعلمهم اللغة العربية. وهنالك بعض المواقف التي تجعل أو تجعلنا نهتم كثيرا بالنشر أو نشر الفصحى والاهتمام بتعليم اللغة العربية الفصحى. مثلا فيما يتعلق بالعامية والتعامل مع غير العرب، كنا في دولة، وفي بداية ذهابنا لهذه الدولة ونحن كأساتذة نذهب لعمل الإقامة في إدارة الهجرة أو في إدارة الجوازات، نقابل الموظفين في هذه الدولة المعنية. مثلا كنا في تركيا في 2012، جئنا إلى هنا وأخذت معي أحد الطلاب ليترجم لي مع الموظفين الأتراك في استخراج الإقامة التركية. فبينما نحن في هذه الإجراءات ظهرت سيدة من دولة عربية ما، وقالت أنا سمعت أن هذا التركي الذي معك يتكلم اللغة العربية جيدا، وأنا عندي إجراء داخل مع الموظفين هنا ولكن لا أستطيع أن أتواصل معه باللغة، هل يمكن أن يترجم لي هذا الطالب أو هذا صديقك هذا يترجم لي مع الموظفين؟ قلت نعم. فدخل معها طالبي وإلى الموظفين، ولكن رجع الطالب بعد ثواني محدودة قال لي أستاذ أنا ما فهمت شيئا من هذه السيدة، هي تتكلم بالعربية ولكن ما فهمت شيئا لأنها تتكلم بالعامية. فماذا فعلنا؟ دخلت على معه، أنا أستمع من السيدة ماذا تقول بالعامية، ثم أترجم العامية أو أحيل العامية إلى الفصحى للطالب التركي لأنه تعلم اللغة العربية فصيحة بقواعدها وضوابطها وإعرابها ولم يتعلم العامية. وخاصة هنالك بعض العاميات في بعض الدول العربية صعب فهمها لأنها مرتبطة بلغات تداخلية أخرى. فالطالب التركي أنا أترجم من العامية إلى العربية الفصحى، وطالبي يترجم من الفصحى إلى التركية. هنا بعدت المسافة بين المسلمة والمسلم، دين واحد، ينبغي أن تكون لغتهم واحدة، فهنا بعدت المسافة وأصبحت أنا وسيطا بينهم. إنه ينبغي أن لا يكون هنالك وسيط. لو كانت هذه السيدة تجيد اللغة العربية الفصحى لأنها جاءت من بيئة اللغة نفسها، يعني هي جاءت من دولة عربية، إذن من بيئة اللغة العربية. هذا لم ينشأ في بيئة اللغة العربية، نشأ في بيئة غير الناطقين بها، ولكن يجيد الفصحى أكثر من الإنسان العربي الذي نشأ في بيئة اللغة العربية. ليس طبعا كل العرب لا يجيدون اللغة الفصحى، ولكن بعض الذين لم يهتموا بدراستها أو لم تتوفر لهم الظروف أن يتعلموها. وأيضا الدول والمؤسسات، الدولة لها دور كبير جدا في الاهتمام بالفصحى، في جعل الفصحى اللغة الرسمية، لغة الخطاب للحكومة، لغة المخاطبات، لغة الصحافة، تجعل تحاول إزالة الأمية اللغوية في المجتمعات المحلية. أن الدولة لابد أن ترعى. كذلك هناك كثير من المجالس، وكما ذكر أخي معيد، نحن كنا أعضاء في المجلس الدولي للغة العربية، هم يجتهدون اجتهادا كبيرا متصلا في أن يجعلوا اللغة العربية الفصحى هي اللغة السائدة في كل مجتمعاتنا وفي كل أماكننا. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفقنا ويوفقكم ويرعانا ويرعاكم. ونرجو أيضا من الإخوة في الإدارة الفنية لو فتحوا لنا بعض المشاركات، لأننا نريد أن نستمع إلى خاصة إلى كل الشعوب. مثلا نريد نماذج من العاميات التي توجد في بلادهم. كل أحد يذكر لنا مثلا كلمة كلمتان، لكن من أبرز الكلمات ومن أميز الكلمات التي لها تأثير مباشر في حياة الناس، وتكون المعنى غامض، أو يكون هنالك اختلاف كبير في التراكيب واختلاف كبير في ترتيب الحروف، في وصف الحروف، في هكذا أشياء. ثم بعد ذلك نتمنى أن نستمع إلى كثير من المداخلات والآراء والأفكار، لأن هذه المحاضرة تكتمل برأيكم. هو اجتهاد في النهاية، قد يصيب وقد يخطئ، وفي النهاية قد يكون هنالك بعض الناس من بينكم له أفكار وله تجارب في هذا المجال. لكن في النهاية نحن نريد أن نخلص إلى أن اهتمامنا الكثير باللهجات العامية يكون على حساب الفصحى، وبالتالي تتراجع الفصحى في مجتمعاتنا رويدا رويدا حتى تختفي من حياتنا تماما، وفجأة نجد أنفسنا فقدنا أفضل هوية وأعظم هوية مربوطة بكتاب الله تعالى، وهوية يمكن أن تجعلنا أمة رائدة، أمة متطورة، أمة مهيمنة على كل المجتمعات، ونستطيع أن نرتقي ونستطيع أن نتوحد. نحن إذا رأينا مثلا الاتحاد الأوروبي، إذا ضربنا مثلا بالاتحاد الأوروبي، توحده اللغة، صحيح كثير من الدول تتكلم بلهجات خاصة، يعني هولندا لها لغة خاصة، السويد لها لغة خاصة، مثلا بريطانيا أيضا لها لغات خاصة مختلفة، لكن المين لانجوج هي اللغة العربية، وبالتالي نجد كل الشعوب في الاتحاد الأوروبي يتكلمون بلغة واحدة، وقد لا يحتاجون إلى مترجم فيما بينهم. نحن نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، ونريد أن نصل إلى أن تكون اللغة العربية هي اللغة السائدة في مجتمعنا العربي. لو وحدتنا هذه اللغة فقط، لو وحدتنا هذه اللغة الفصحى فقط، تكفينا فخرا ويكفينا إعزازا، ثم بعد ذلك تتكامل باقي المحاور لتكتمل الرؤى وتتوحد الأمة في الكثير من القضايا، الاقتصاد والسياسة والجيش، وفي مجال الثقافة والفكر والإبداع والفن. والشعب العربي شعب مبدع، شعب مبتكر، شعب متطور، ولكن يحتاج إلى بيئة سليمة، يحتاج إلى حرية، يحتاج إلى عدالة، يحتاج إلى كثير من مقومات الحياة الكريمة حتى يبدع. لأنه شعب صحيح يملك كثير من الخيرات، جغرافيا قلنا أفضل مكان في الأرض، مصادر مياه كثيرة جدا متوفرة، يملك أيضا طاقة بشرية، يملك ثروات معدنية، ثروات نفطية، ثروات مائية، يملك ناصية اللغة الحية القوية. هذا شعب متميز، الشعب العربي قادر أن يكون أقوى شعب وأكثر شعب موحد ومرتبط ومستند إلى كثير من القيم وكثير من المكونات الأساسية التي تجعل من أي أمة تستطيع أن تكون قوية. وقوتنا في وحدتنا، ووحدتنا تكون بلغتنا الواحدة المشتركة الجامعة الشاملة التي نستطيع بكل فخر أن نصدرها للعالمين. يعني نحن الآن هنا مثلا في دول آسيا يتسابقون سباقا لتعلم اللغة العربية في كل مكان، يعني أكثر عمل رابح وأكثر عمل فيه نشاط وحركة وحيوية هو تعليم اللغة العربية في دول آسيا، خاصة دول شرق ووسط آسيا. يحبون اللغة العربية كحبهم للقرآن وكحبهم للسنة النبوية، وبالتالي يعني حينما يجدون شخصا يتكلم اللغة العربية يستمعون إليه كأنما يستمعون إلى القرآن الكريم. وبالتالي هذا الارتباط الوجداني والمشاعري باللغة العربية الفصحى يجعلنا نحن كأصحاب اللغة أن نهتم أكثر منهم وأن نجتهد أكثر. لكن من اللا مقبول أن يأتي شخص غير عربي إلى دورة عربية ويجد نفسه ويتكلم الفصحى من أصلها وأصولها ومن معدنها النفيس ومن كثير من دروبها، ولكن أهل اللغة أنفسهم لا يستطيعون أن يوفوا هذه اللغة حقها كاملة. ولهذا يعني المجربون في هذا المجال
كثيرا ما نجد طلاب من دول غير العربية يجيدون حتى النحو والصرف أكثر من العرب، يعني لا أقصد العرب الذين مختصون في مجال اللغة أو درسوا هذا المجال، لكن عموم الناس. وآية ذلك يعني حينما أنت تأتي إلى دولة مثلا في دول آسيا، إذا كان هنالك أي مشكلة أو قضية فقهية أو سؤال في مجال اللغة أو في مجال الشعر أو شرح آية أو شرح حديث، أولا يقولون هل يوجد عربي في هذا المكان؟ إذا وجد أي شخص من دولة عربية مهما كان، متعلم أو غير متعلم، خريج أو غير خريج، أستاذ أو تاجر أو سائح، هذا لا يهمهم، لأنه يقول لك هذا عربي، إذا يفهم القرآن ويفسر الحديث ويفهم كل لفظ عربي. فبالتالي الناس يأتون إليك من كل الأماكن يسألونك، نريد أن تشرح لنا معنى هذه الآية. أنت صحيح لست مختصا، ولكن إذا كنت تعلم الفصحى تعرف المعنى الأول على الأقل، أو المعنى الظاهر، لأن الآية القرآنية لها معاني ظاهرة ومعاني مباشرة ولها معاني داخلية ولها تأويلات ولها علل ولها ضروب كثيرة جدا تأصيلية وأصولية. ولكن الذي يعلم الفصحى إذا نظر الآية يعرف على الأقل المعنى الأول. فبالتالي إذا سئلت في أي زمان وفي أي مكان تستطيع أن تجيب دون أن تتكأكأ أو تتلعثم. ولكن يعيب علينا أحيانا، يقولون لك مثلا في الهند أو في أي دولة مثلا، قول والله نحن ذهبنا إلى فندق، هنا يوجد رجل عربي جاء من مصر أو جاء من سوريا أو جاء من أي دولة أخرى، وسألناه عن تفسير آية أو معنى شعر أو عن كلمات، ولكن لا يعرف. يعني الأمر فيه غرابة. أنت عربي، ينبغي أن تعرف الفصحى وتعلم معناها، ولأن الفصحى تقربك إلى فهم القرآن وفهم الحديث، وبالتالي إذا سئلت في أي مكان أنت تجيب ولا توجد أي مشكلة في التعاطي مع هذه اللغة. أخي معيد، هل يمكن أن نستريح قليلا؟ جزاك الأخوة الله يعد الأسئلة والاستفسارات وغير ذلك، تفضل أخي. جزاك الله على الخير، محاضرة ماتعة جدا، وحقيقة وضعت يدك على الجرح دكتورنا. وأنا الله أدرس العربية للناطقين بلغات أخرى في ماليزيا منذ 25 سنة. ما شاء الله، كل كلمة قلتها دخلت إلى كما نقول في العراق معاميع قلبي. نعم رضي الله عنك. الله يجزيك. طيب دكتورنا، نحن انت كما طلبت ان نعطي بعض الامثله، انا ايضا نعطيك امثله لو تسمح لي انا ابدا باعطاء الامثله. ذهبت الى العراق قبل، انا اقيم في ماليزيا منذ 30 سنه، ورجعت الى العراق خلال هذه الثلاثين سنه، رجعت مرتين فقط للعراق يعني. فلساني قد تعود على العربيه الفصحى، لان هنا انا اتكلم اللغه العربيه الفصحى يعني دائما. فلساني تعود على الكلام بالعربيه الفصحى. فلما ذهبت الى العراق في المطار، نعم كان يجب ان اعود الى العاميه، لكن تعرف هذا يحتاج الى تعود ايضا يعني. صحيح. فاول ما نزلت في المطار واعطيت الجواز الى هذا الموظف، فهو سالني من يعني منين جيت؟ منين جيت يعني من اين جيت في العراق؟ نعم منين جيت؟ فانا اجبته جئت من ماليزيا، يعني ما قلت له جئت من ماليزيا، هذا بالعاميه يعني، فقلت له جئت من ماليزيا. فهو مباشرة يعني هكذا تفاجأ، فقال لي أنت عراقي؟ والله هذه يا دكتور، هذه أكبر قضية تواجه الناس في المرحلتين، الانتقال، أنت تعيش في بيئة العامية، تنتقل إلى دولة تدرس فيها اللغة العربية والفصحى، بس يعني يصعب لك الأمر الانتقال من العامية إلى الفصحى في كل الأوقات. كذلك العكس، حينما تعود من دولة كنت تعيش فيها بالفصحى درسا وتعاملا وتكلما وتواصلا، تعود إلى بيئة العامية أيضا يستشكل لك الأمر ويصعب في بداية الاندماج مع العامية نعم. مع الفصحى. جزاك الله خير. والمصيبه دكتور ايش، انه هو شك يعني شك في عراقيتي وظن انني يعني انا منتحل او والله. فصار يدقق يعني، ونادى الضابط، وجاء الضابط، فبعد ذلك الضابط بدا يسالني انت من اي عائله؟ اين بيتكم؟ من اخوتك؟ يعني هكذا تصور لهذه الدرجه يعني. لا حول. نعم، فهذه مصيبتنا يعني، حتى عندما نتكلم الفصحى الناس يعني سبحان يتعجبون، الله يقول يعني هذا متفلسف يعني. نعم هكذا سبحان الله، صارت يعني سبة، كأنها سبة أنك نعم تتكلم باللغة العربية الفصحى. جزاك نعم الله خير دكتور، بارك الله بك. نفتح الآن المجال للأسئلة،
سنأخذ حسب الترتيب الموجود عندي على الشاشة. معنا الأول دكتورة حمدة حامد الجابري، تفضلي دكتورة. الدكتورة حمدة حامد الجابري، لو تفضلتي افتحي المايك. طيب يبدو عندها مشكلة ولا تسمعنا ربما. طيب معنا الدكتور فليح حسام الرائي، عضو اللجنة الاستشارية الموحدة، شيخنا وأستاذنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام شيخنا، حياك الله. سعادة الأستاذ رئيس الجلسة الدكتور معد، حياك الله. وسعادة الأستاذ الدكتور محمد المحاضر، المحاضر الذي ألقى محاضرة قيمة شافية كافية، وحقيقة هي يعني مثل ما أسلف أستاذنا الدكتور معد، دخلت إلى قلوبنا بلا استئذان وأثارت عندنا يعني شجون. وأريد أن أعرج وأعلق فقط إذا سمح لي سعادة الأستاذ المحاضر والأستاذ معد. حقيقة اللغة تعز بأهلها وهم من يذلوها، والعربية حسب ما أنا عرفته من خلال وجودي في ماليزيا لعشر سنوات مضت، إن العربية أذلها أهلها أكثر من بلاد المسلمين الناطقين بالعربية. وأنت يعني غطيت وكفيت ووفيت في محاضرتك، ولكن العربية الميزة المميزة لها إنها مرتبطة بالقرآن، وكل شيء ارتبط بالقرآن على وسمى واستمر ودام وحفظ من الضياع. ولولا ارتباط العربية بالقرآن لضاعت من زمان، ربما قبل قرون يعني خلت. للأسف طبعا نتألم عندما نسمع كيف تدار جلسات علمية على مستوى الجامعات بالعامية، وأساتذة الجامعات يتكلمون بالعامية، وأنا من خلال جائحة كورونا حضرت عشرات المحاضرات أونلاين، أسمع أساتذة الجامعة يتكلمون بالعامية، وهذا مؤلم طبعا، ويعني يثير كثير من الاستغراب. وتطرقت فضيلة الدكتور إلى موضوع أنك تذهب إلى بلد عربي ولا تجد يتكلم العربية، وهذا مؤلم أكثر. فمن يحافظ على العربية أهلها، ومن يريد ديمومتها هم أهلها. أنا أعتبر هذه محاضرتك هي الشرارة الأولى لثورة يجب أن تقام لتصحيح مسار العربية والعودة بها إلى منابعها الأصيلة. طبعاً إذا أردت أن أضرب لك مثلاً، هناك أمثلة كثيرة حتى عندنا في العراق، لا أريد أن أتجاوز إلى يعني أقطار عربية أخرى. وعلى فكرة العربية ليست هي للعرب، ولا حصر للهوية العربية. من يتكلم العربية فهو عربي، ومن لا يتكلمها فهو ليس عربي. نعم، فهذا هو يعني. وجزاكم الله خير الجزاء، شكرا لك على المحاضرة القيمة، وأتمنى أن تكون انطلاقة نحو الأفضل، وبارك الله بك وجزاك الله خير الجزاء أستاذنا الكبير على هذه المحاضرة القيمة. شكرا دكتور، بارك الله. شكرا دكتور، جزاك الله. هل عندك تعليق دكتور محمد؟ والله يعني سرنا ما قاله الدكتور فليح، أذلها أهلها، هذه أكبر وأصعب جملة يعني تقال، ومع الأسف هي الحقيقة. الفصحى أذلها أهلها، وأشار إلى أن هنالك جلسات تتم بالعامية. أنا أقول لك الأخطر من هذا أخي دكتور فليح، هنالك أساتذة في الجامعات، في جامعات عالمية في أوروبا وفي أمريكا، مع الأسف يستخدمون لغة في العامية في لغة التدريس، في تدريس الطلاب الأوروبيين والأمريكيين، وهذا مؤشر خطير جدا. يعني أنا وجدت رجل مشهور وله مؤلفات في اللغة العربية ولكن كلها بالعامية،
ويصر على استخدام العاميه في لغه التدريس ويصر على تعليم. هنا حينما سالنا لماذا، ما عيب الفصحى، لماذا تهتم بالعاميه؟ يقول الانجليزي اتون الينا سواحا ويتعاملون مع المجتمع المحلي، وبالتالي لا يفهمون ماذا يقول الناس، لهذا يتعلمون العاميه. فانت لماذا لا تعلم مجتمعك المحلي الفصحى حتى اذا جاء الانجليزي يستطيع ان يتكلم بالفصحى؟ فهذا كان امر فيه نوع من الكيد السياسي، فيه نوع من العمل المخابراتي، فيه نوع من القصد في تدمير هذه الامه العربيه وتشديد وحدتها وهكذا اشياء. شكرا جزيلا اخي. طيب شكرا دكتور فليح، جزاك الله خير. دكتورنا في العام الماضي عملوا مع لقاء بمناسبة يوم اللغة العربية في أحد التلفزيونات العربية، وكان اللقاء عبر سكايب. فالمصيبة أنا أحرجت جدا بسبب ماذا؟ أنهم كانوا يتكلمون اللهجة العامية في يوم اللغة العربية والبرنامج عن يوم اللغة العربية، ويتكلمون اللغة العامية، وكنت أتكلم بالفصحى وهم يجيبون بالعامية، فشعرت بالحرج فصرت أتعرق وأنظر، ما أعرف ماذا أفعل يعني. يعني سبحان الله. نعم تناقض. لا دكتورة حمدة، لو تفضلتي دكتورة حمدة، تفضلي دكتورة حمدة حامد الجابري، هل أنت معنا؟ طيب يبدو أنها ليست معنا، لا بأس. عندي هنا مكتوب ماذا، توشيبا آيفون، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا دكتور معن أو معد عفوا. أنا استمعت إلى جنابكم حين حضرت إلى المطار، وأنا أيضا مقيم في روسيا. وتحياتنا إلى الأستاذ الدكتور الخبير التعليمي دكتور محمد أحمد، وأنا أدرس الطلبة الأجانب الروس. تفاجأت أن هناك أساتذة روس يتقنون اللغة العربية أفضل من بعض الطلبة العرب في روسيا. سؤالي كيف نخرج من العزلة؟ كيف نخرج اللغة العربية عن العزلة الموجهة للغة الفصحى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك لهجة وهناك لكنة. أنا أتحدث، هل تسمعني عفوا دكتور؟ نعم نسمعك جيدا. نعم نسمعك. أنا براكتيكا يعني عملي، لأنني أدرس دكتوراه وأدرس اللغة العربية لأغراض شرعية، أدرسها لأغراض، أعتقد أن العربية يجب أن من واجب الشرعي أن أدرس لغة عربية للأجانب. فاللكنة واللهجة، هل هناك اختلاف بينهما؟ لأنهم يركزون على اللكنة واللهجة، وقريبة جدا لهم الصوت أو اللغة، اللكنة العراقية السورية السودانية، لأنها تكون رشيقة. شكرا جزيلا، أن لا أريد أن أزيد وأخذ وقت من الآخرين. شكرا جزيلا لكم الباحث المالي عقيل جبور من العراق. حياك الله. تفضل استاذ دكتور محمد. تفضل. اخي توشيبا هو اسمه من؟ عقيل. عقيل. انا باحث عقيل جبر. ما شاء دكتورنا الله. دكتورنا العزيز. نعم. عقيل. حقيقة مداخلتك جيدة ومعتبرة جدا ولها تأثير كبير. لماذا؟ لأنك أولا أنت صاحب التجربة في هذا المجال. أنت الآن تدرس الروس اللغة العربية كحال الدكتور فليح، أيضا درس في ماليزيا، والدكتور معيد أيضا درس في آسيا أو في ماليزيا. أصحاب التجربة أكثر الناس تقييما لهذا الواقع، ولأن يتذوقون هذه المرارة كثيرا. أنت قلت يعني وجدت بعض الروس الذين تعلموا اللغة العربية يتكلمون اللغة أفضل من أهلها ويجيدونها بطريقة أفصح. لماذا؟ لأنهم تعلموها فصيحة بقواعد وضوابط منضبطة، وتعلموها معربة، بعكس العرب الذين يعيشون على السليقة لا يهتمون بالإعراب كثيرا. وهذا عيب العرب، حتى المثقفين لا يهتمون بالإعراب كثيرا،
باعتبار أنها هذه لغتهم ويتكلمونها بسليقتها وبعفويتها بدون أي ترتيب وبدون مراعاة لي. الذي تعلمها يتقنها أكثر من الذي عاش في بيئتها ولكن لم يهتم بالإعراب. مثل ما نحن مثلا أحيانا إذا تعلمنا اللغة الإنجليزية قد نتقنها أكثر من الإنجليز أنفسهم، لأننا نتعلمها من مصادرها الأصلية ومن منابعها وبأشكالها وباختلافاتها وبعمق، ندرسها بعمق، ندرس القواعد بعمق. فبالتالي الروس أيضا يدرسون اللغة العربية ويدرسون هذه القواعد بعمق وبطريقة واسعة وشاملة عكسنا نحن. حتى أنا أقول لك يعني هم يعتمدون على كتب كبيرة جدا، كتب التراث العربي النحوي القديم، أيضا هنالك منتشر جدا قطر الندى، ومنتشر أيضا كثير من الكتب التي يعني كتبت بخط اليد من المخطوطات العربية القديمة، يعتمدون عليها في التدريس، عكس نحن أيضا نعتمد في بعض الدول العربية على تدريس اللغة العربية من كتب حديثة. هذا أيضا اختلاف كبير جدا. حينما يقرأ يتخرج الطالب من كلية اللغة العربية مثلا يكون قد درس كل كتب سيبويه، ودرس كتب الزمخشري والزجاجي، ودرس كتب الجرجاني وهكذا أشياء، مقارنة بطالب عربي تخرج من جامعة عربية يكون أكثر شيء درس ألفيد بن مالك أو درس بعض الكتيبات التي لا ترتقي إلى المقارنة بين اللغة القديمة واللغة الحديثة. سؤالك مهم جدا، وأن كيف نخرج من هذه اللغة، كيف نخرج اللغة العربية من عزلتها. كما أشار يعني أخي دكتور فليح أن هذه اللغة هي لكل من يتحدث بالعربية أيا كانت جغرافيته وبيئته، فهو صاحب هذه اللغة ويجب أن ينميها ويجب أن يطورها ويجب أن يسعى إلى ترقيتها. لكن أول هم أنت ونحن والمثقف والذي تخرج وأستاذ اللغة العربية والجامعات والمؤسسات والدولة والمجالس العلمية والمجالس الفكرية، لابد أن تتكامل الأدوار رسمية وشعبية في أننا نفهم العرب أنفسهم بأن هذه اللغة هي لغة مهمة، هي لغة رائدة، هي لغة عزيزة، لغة تصدر أن تكون لغة البشرية جمعاء. وكذلك نفهمهم بأن هذه اللغة هي الأفضل تخاطباً مع العالمين، والتي نحتاج فيها أن ندرك الفرق بين العامية والفصحى أن هذه معربة، فقط أن نتعلم الإعراب، والإعراب ليس صعباً بالنسبة للعربي إذا كان يتعلمها الروسي بسهولة والماليزي بطريقة أسهل. إذا نحن يجب أن نفهم الأمة بأن هذه اللغة يمكن أن تكون لغة تداول، يعني كان العرب في عكاز يتكلمون بالفصحى، بل نجد كثير من النساء طاعنات في السن يضربن الأمثال ويتكلمن بالفصحى، بل بعضهن يتكلمن بلغة بالقرآن بآيات القرآن. فليس التاريخ العربي ببعيد، يعني قريب جدا كان العرب يتكلمون بلغتهم الفصيحة في مجتمعاتهم في البداوة. حتى البادية الآن، البادية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة كانوا يرسلون أولادهم إلى البادية ليتعلموا لغة الأدب والشعر وهكذا، الآن البادية العربية ليس فيها هذا النوع من الأدب والشعر، وليس إلا ما قل. حتى الأدب العربي في البادية الآن أصبح عامياً وأصبح بلغة بلهجات، وهذا الذي يقودنا إلى التفريق بين اللكنة واللهجة والعامية. نحن نقول كلها لهجات غير لغوية، يعني حينما نقول لهجة معناها ليست لغة، لأن اللغة تحتاج إلى قواعد وضوابط وتراجم وفصول من الضوابط والمقومات والشروط، لا تتوافر في أي لغة تواصل أخرى، فهذه تسمى لهجة، سواء كانت اللكنة أو سواء كانت، يعني اللكنة هي مرتبطة بلكنة اللسان باعتبار أن هذا اللسان يلكن ويخرج بعض الكلمات، هي ليست فصيحة لكن تسمى عامية. أما اللهجة قوم محدد اختاروا هذه اللغة كمضر مثلا، كالمضريين مثلا لهم لهجة محددة، هم يقومون ببعض الإقلاب، بعض التحويل لبعض الحروف في أصل اللغة ويجعلوها هذه لهجتهم الخاصة بهم. أما العامية ممكن يكون عموم لأي لغة ليست معربة، أي لغة ليست معربة سواء كان في الإنجليزية أو الفرنسية أو الهندية أو في العربية، ما دام هذه اللغة ليست لها ضوابط لغوية ولم ترتبط
بمعاجم معروفة، هذه تسمى عامية، يعني لغة العوام، ليس لها محور محدد أو ليس لها اتجاهات علمية فكرية محددة ومدارس علمية متبعة. فبالتالي ما دام أصلا لا تدرس ولا تقرأ من كتب وليس لها مراجع ومصادر، هذه تعتبر عامية. هذا فرق مبسط. ممكن أخي دكتور معيد أيضا له فكرة كثيرة في هذا الموضوع، مزيد من التعليق على التفريق بين اللكنة واللهجة والعامية. شكرا جزيلا. لا زيادة على ما علقتم به، أحسنت وجد دكتورنا. عفوا، بعض الأخوة يسألون عن الرابط، لا يوجد رابط حضور، فقط الشهادات ستكون متاحة بعد المحاضرة لمدة ساعة. الشهادات ستكون متاحة بعد المحاضرة لمدة ساعة، فمن أراد أن يحصل على الشهادة فعليه أن يأخذها في هذا الوقت. طيب، نحن الآن عندنا دكتور يقول عندي سؤال، من أراد السؤال يرفع يده وإن شاء الله يأتيه الدور. أي شخص عنده سؤال ممكن يرفع يده ونحن نعطيه الدور. طيب، معنا الآن الأستاذ حمد الحوسني. أستاذ حمد الحوسني، دكتور محمد شهيد ينتظرك منذ الأمس أن تتواصل معه، أنا أرسلت لك رقم الهاتف أمس، فليتك تتواصل معه، جزاك الله خير. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله، نشكركم منصة أريد على هذا الإبداع المتواصل، بارك الله فيكم، وشكر خاص لدكتورنا العزيز الذي هو من أرض السودان العزيز على قلوبنا. العلم في عمان قام بفضل الله سبحانه وتعالى في بدايته على يعني مجموعة من الجنسيات، يعني نحن نكن الخير لجميع المسلمين والعرب خاصة، وفي مقدمتهم المعلمين، أو في مقدمتهم معلمون من مصر وكذلك من السودان ومن المغرب، يعني حقيقة هم أسسوا للتعليم في عمان، فلذلك لهم معزة خاصة، بارك الله فيهم. حياك الله. عموما الموضوع هذا موضوع يعني أهتم به كثيرا، وهو ما يتعلق باللغة العربية، وهنا سبحان الله مجموعة من التساؤلات ومجموعة من الأمور التي أحب أن أطرحها، فإذا كان للدكتور يعني يوجد تعليق فيكون ذلك أفضل وأفضل. بالنسبة لاستخدام كلمة الفصيحة والفصحى، بعضهم يقول بأن الفصحى هي لغة القرآن لأنها أرقى الكلام العربي، ولذلك يستبدلها بالفصيحة. كذلك دكتورنا العزيز، تمنيت لو في المحاضرة يعني وإذا قدمتها في مكان آخر حتى تكون الصورة مكتملة لدى المتلقي، ذكر تعدد الأوجه، يعني كانت هنالك المدرسة الكوفية مقابل إلى آخره، وكذلك تعدد القراءات، فلعلك أنت ما ترومه من محاضرتك لا يعني لا يتعارض مع هذا، فحتى لا يحدث هنالك إشكال في الفهم المراد يعني بالمحاضرة والاهتمام باللغة يعني العربية الفصيحة، أنه لا يتعارض مع هذا. فجميل لو هذا النقطة أيضا توضح. كذلك ملحوظة بسيطة ولكن رأيتك بعد ذلك ذكرتها، وهي أنك تركز على القرآن دون أن تثني بالسنة النبوية، يعني نعم القرآن الكريم هو في المرتبة الأولى، ولكن ذكر السنة مهم أيضا، لأن للأسف الشديد ظهرت هنالك بعض التيارات التي تحارب السنة بدعوى أنها تحتوي على أحاديث غير ثابتة، فجميل في حديثنا أن نربطها دائما مع القرآن الكريم، يعني هذا مجرد ملحوظة. كذلك ذكرت المؤسسات التعليمية، وحقيقة يعني أقولها بصدق بأن المشكلة هي في التأسيس، في التدريس، لا تستخدم البرامج ولا المناهج ولا الأساليب التي تتواكب مع عقول وميول يعني الطلاب. للأسف قبل فترة ابن أخي كان يعني يدرس في الجامعة، جامعة سلطان قابوس، اطلعت على موضوع معين لصف معين، فتفاجأت من كمية المعلومات وكثافتها وطريقة عرضها، فأقول له كيف يمكن للطلاب في هذه المرحلة يعني مثلا من الصف السابع أن يتمكنوا من يعني هضم هذه المعلومات، وهل درسوا الأساسات المتعلقة بها سابقا؟ فهذه نقطة مهمة، ولذلك قال بعضهم نجحت الرسوم المتحركة فيما لم تنجح فيه مؤسسات كبيرة تعنى باللغة العربية. كذلك حدث عندي يعني لبس، يعني ذكرت وأكدت بأننا يعني في النهاية أننا لا نلغي العامية ونحترمها وهي جهود مقدرة، ولكن يعني أثناء عرضك للحديث
ذكرت أنه لابد من الاعتناء خاصة باللغة العربية، ومن ضمن أسباب تردي الاعتناء باللغة العربية هو أننا نركز على العامية ونهمل اللغة العربية ونتحدث بها في البيوت وفي الأسواق إلى آخره. يعني قضية الموازنة بين هذا وهذا يعني ليس بذلك. كذلك تشجيع المستعمر للعاميات، كذلك للاهتمام بالأعراق والحفريات التي تعزز ذلك، تحدث عنه لعل الدكتور يوسف القرضاوي في يعني أحد كتبه. وللأسف بعض الناس يعني يظن أن ما ذكره يعني الدكتور أثناء المحاضرة منطلق كما يسمونه من عقدة المؤامرة. المؤامرة موجودة وحقيقة ولا ينكرها إلا من أراد أن يحسن الظن في غير أهل حسن الظن. فللأسف يعني كثير من الناس عندما يسمعون هذه اللكنة أو اللغة التي تحدث بها الدكتور يتهمون مباشرة بعقدة المؤامرة. نعم نحن ننجح يعني هذه المؤامرات إذا يعني استمررنا في ذلك. أخيرا يعني أؤكد على أمر مهم، وهو أن الإرادة السياسية إذا توافقت هي والإرادة الثقافية فإنها تختصر الزمن وتختصر التكاليف يعني تحقيق الأهداف. لكن إذا كانت هنالك الإرادة السياسية بين الدول الإسلامية والعربية غير متوافقة على هذا الأمر فإننا نواجه مشكلة، وهذا هو الواقع الآن. يعني صاحب الجلالة السلطان قابوس كان حريصا على اللغة العربية، يعني كان يهتم بهذا الأمر بشكل كبير، ولذلك تجد في المحلات وفي غيرها الاهتمام بهذا الأمر ويركز عليه بشكل كبير. في بعض الدول يعني ذهبنا إليها استغربت، وهي دول عربية وفيها جامعات ومتقدمة، تستغرب أنك عندما تنظر إلى لوحة أنت عربي ولا تستطيع أن تفهم ما المقصود بهذه اللوحة. وبارك الله فيكم وأعتذر عن الإطالة، وبإذن الله أتواصل مع الدكتور إن شاء الله. الدكتور معد أعتذر، اشتغلت البارحة بمتابعة يعني محاضرة الدكتور سيف السويدي، وكذلك بعض عندي حلقة لمدة ساعة ونصف لم أتمكن أمس من التواصل. جزاك الله، سنتواصل اليوم مع إن شاء الله. هو سألني اليوم قال لماذا لم يتواصل معي الأستاذ حمد، قلت له إن شاء الله يتواصل بينا. نعم. أنا حتى أرسلت للأستاذ معاذ تقريبا على توقيت عمان الساعة الواحدة إلا ربع تقريبا أنني أنهيت متابعة محاضرة وذلك وقت النوم يعني، فعسى أن أتواصل معه اليوم أو غدا إن شاء الله بالكثير. جزاك الله. أو على أكثر وقت. أحسنت، السلام عليكم. فقط قبل أن يعلق دكتورنا محمد، بالنسبة للشهادات، الشهادات لا تحتاج إلى تسجيل، فقط أدخل إلى موقع منصة عليم وأدخل إلى على حسابك في منصة أريد، وأدخل على الدورة التي هي دورة هذه التي نحن فيها الآن، وستجد الرابط الشهادات متاح لمدة ساعة. وأيضا الأستاذ معاذ سيكون معكم بعد المحاضرة، سيكون معكم يشرح هذا بالتفصيل، فالذي لا يعرف كيف يفعل هذا ينتظر بعد الأسئلة إن شاء الله. سيكون معكم الأستاذ معاذ يشرح لكم بالفيديو كيف تدخلون على المنصة وكيف تحصلون على الشهادة إن شاء الله. طيب دكتور، تفضل التعليق لك دكتور محمد. جزا الله خير أخ العزيز حمد العماني، والله أنت أثرت موضوعات مهمة جدا، وهي تكاد تكون مكملة للمحاضرة بطريقة أساسية كما أضاف إلى ذلك الدكتور فليح والأخوة الآخرين. تعدد القراءات هذا أمر مهم جدا، لأن وهذا أمر قديم، وأكثر ما كان يعني يعالج بعض المشكلات في اللكنات وهي حرف الضاد، ولهذا سميت اللغة العربية بلغة الضاد. التعامل مع هذا الحرف كان يستشكل لكثير من العرب من قديم الزمان يعني. الآن رأينا في بعض الشعوب غير العربية أيضا تواجههم هذه المشكلة، ولكن هذه ليست مشكلتهم، هي مشكلة أيضا موجودة في قديم الزمان، وكما يعني ينطقون أو ينطقون الضاد ضاء كما في قراءة ابن كثير لست عليهم بظنين، وبالتالي يستشكل نطق. حتى يعني هنالك قوم جاءوا لسيدنا عمر في عيد الأضحى وقالوا أنا ضحي بظبي، إذا جعلوا الضاد ضاء. الآن يوجد في شعوب من حولنا أيضا تقول ولا الضالين، فهذه وجوه من القراءات هي شاذة صحيح، وتوقف فيها كثير من علماء اللغة العربية وعلماء القراءات أيضا،
وعلماء تصحيح الحروف خاصة هذا مجال التخصص، فبالتالي معالجة، لأن هذا الحرف إخراج حرف الضاد كان جاء متأخرا وكان أيضا في محل الضاد، ومعالجة التعديل من مخرج إلى مخرج هذه مشكلة أيضا، أخرجت عاميات كثيرة وأخرجت كثير من اللهجات ومن اللكنات التي أصبحت سائدة بعد ذلك في كثير من الشعوب حتى قبل عصرنا الحديث. أشرت والله إلى أمر مهم جدا، وهو دائما حينما نذكر الاستشهاد بالقرآن الكريم وأنها لغة القرآن الكريم نتبعها بأنها لغة السنة النبوية المطهرة، لأن هنالك تيارات بل أعمال مقصودة، لو تؤيدني في هذا أخي حمد، أن هنالك جهد مرتب ومنظم لمواجهة القرآن أو لإضعاف القرآن ولإبعاد السنة النبوية عن القرآن كمرحلة ثانية أو كذا، ولكن هذا كله تمثل في حربهم للغة العربية. اللغة العربية واجهت حروبات في فترات مختلفة جدا، لأن كثير من العالمين الذين يرون أن هذه الأمة العربية إذا نهضت ستنهض بلغتها الواحدة، وإذا قويت ستكون عناصر قوتها هي أو عناصر قوتها هي اللغة العربية الفصحى، فلهذا بدأ الحرب وبدأ الهجوم على القرآن. أولا فصل المجتمع العربي من القرآن سلوكا ومنهجا وتدبرا وتفقها، وأنت إذا أردت أن تبعد أمة من القرآن لابد أن تبعدها من لغة القرآن الكريم، هذا بالضرورة حتى لا يستطيع أن يفهموا هذا القرآن، وبالتالي يكون هنالك ملل من التعاطي مع القرآن ومن الحديث وفهم الآيات، الأحاديث خاصة الأحاديث التي فيها كثير من الإشكالات التي تحتاج إلى تعميق في اللغة. فبالتالي هذه الحرب بدأت هكذا، ثم استطاعوا بعد ذلك، وهذا يقودنا مباشرة إلى كلامك عن الموازنة والمعالجة والتي استدعت المؤامرة من المستعمر، محاولوا فرض العامية في زمن وجودهم في الدول العربية، والآن ما زالوا يشجعون على العامية ويحرضون عليها، وخاصة تلك التي نحتت من لغتهم ونحتت من أصواتهم اللغوية سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية، هم يشجعون على هذا ويؤسسون مراكز لتعليم العامية في دولهم، ويشجعون الأساتذة الذين يدرسون العامية، وهكذا يريدون أن يبعدوا أمة العرب من لغتهم الأصلية، وبالتالي هذا يبعدهم من السنة النبوية ويبعدهم من القرآن الكريم، وهذا منهج مؤسس ومرتب، ولا يمكن أن، خاصة هذا المنهج مستهدف به المدارس، يعني أنت كما يقال إذا أردت صلاح أمة فلا بد أن تصلح الولد في المدرسة والبيت، ثم ينشئ هذا الولد لأنه هو أعماد الأسرة الصالحة، ثم الأسرة الصالحة مجموعها يتكون المجتمع الفضيلة ومجتمع الصلاح. إذا أردت أن تفسد مجتمع ابدأ بفساد المدرسة، بفساد المناهج، تضع هذه المناهج يعني لا ترتبط بأخلاقه ولا قيمه ولا تراثه ولا لغته ولا شيء، وبالتالي تجعل هذه المناهج فاسدة، يفسد الولد بتربيته في نشأته، لأن هنا القضية ليست تعليم الكتب وإنما تعليم الأخلاق، علم النشأ علما يستبين به سبل الحياة، قبل العلم أخلاق. إذن هم يريدون لهذه المناهج التربوية في مدارسنا أن تكون قريبة إلى، بعيدة عن الفصحى، قريبة إلى العامية وللغات الإنجليزية وغير ذلك، حتى يستطيع أن يدخل بعد ذلك بعض السموم في هذه المناهج، وبالتالي نخسر الولد، وبالتالي الأسرة الصالحة نخسرها أيضا، وبالتالي لا يوجد مجتمع صالح ومجتمع الفضيلة، لأنه بني على أسرة غير صالحة وأسرة بنت على طفل وولد غير صالح، فالأمر كله متكامل مع بعضه، أمر مرتبط علميا وفكريا واجتماعيا، وهذا الأمر كله يصب في الاستهداف الممنهج. أنا أضرب لك مثلا في أمر دور الاستعمار في نشر العامية، كنا في السودان أيام الاستعمار هنالك قانون اسمه قانون المناطق المغلقة أو المناطق المقفولة، جنوب السودان باعتبار هذا الجنوب يتكلمون اللغة الإنجليزية وتسيطر عليهم الديانة المسيحية والثقافات الإفريقية وهكذا الأشياء، باعتبار أن الشمال تسيطر عليه اللغة العربية أقرب إلى المجتمع العربي على الثقافة وهكذا أشياء، فجعلوا قانون اسمه قانون المناطق المغلقة، ممنوع
لأي شخص يتكلم اللغة العربية أن يعبر إلى جنوب السودان، وممنوع لأي شخص يلبس الجلباب السوداني أو يأخذ المسبحة السوداني أو أي تقاليد دينية صوفية أو غير شيء، ممنوع أن يدخل أو يعبر هذه المناطق المغلقة إلا بإذن داخل دولة واحدة، إلا بإذن وترتيبات إدارية وإجراءات طويلة مملة جدا. الغرض من كل هذا فصل بين اللغتين، أن تكون اللغة العربية في شمال السودان واللغة الإنجليزية في جنوب السودان، وهذا ما حدث. يعني لترى تأثير اللغة في الوحدة، كون هذه اللغة منفصلة ولم تنتقل اللغة العربية إلى جنوب السودان، هذا أدى إلى انفصال الجنوب، وأصبح الآن الجنوب دولة أخرى، لأنه هيئوا لهذا الأمر منذ الاستعمار، فجعل لغته لغة إنجليزية منفصلة، وبعد ذلك لهجات محلية، وجعلوا الشمال لغة عربية مستمرة، وبالتالي فصلوا عن اللغة، فصلوا الدين، وفصلوا الثقافة والتراث. وهذا نموذج يؤكد أن هنالك عمل مبطن لإبعاد الأمة عن تاريخها وعن أصالتها وعن لغتها بالتحديد حتى تبتعد عنه. لكن كما قلت أخي حامد، أن الإرادة السياسية هي المحك. الدول، الحكومات، المؤسسات العلمية والمجالس الفكرية، ونحن نحيي منصة أريد، هي واحدة من المؤسسات التي المناط بها معالجة هذا الإشكال وخلق هذا التوازن وهذه الموازنة العلاجية لهذه المشكلة. كما نراها هي أولا منصة منتشرة يتابعها الآلاف من طلاب العلم والباحثين، ملفة منتشرة أو منصة منتشرة، بالتالي من خلال هذه المنصة يمكن أن تعالج كثير من الإشكالات، ويمكن أن تقيم كثير من المحاضرات والورش في هذا الأمر. كذلك الدول نفسها، كل دولة يوجد فيها مجمع للغة العربية، هذه المجامع يجب أن تنهض بدورها وأن تقوم بواجباتها كاملة. كما رأينا المجمع اللغة العربية الدولي يصدر كثير من الإشارات، ويصدر كثير، يقيم كثير من المؤتمرات، ويولف كثير من الكلمات، وينحد بعض الكلمات المعاصرة المواكبة للغة العصر والتكنولوجيا. ينبغي أن يقوم بأعمال كثيرة في مجتمعاتنا المحلية، بحيث أنه يرتقي ويجعل المجتمع يرتبط بالفصحى أكثر من ارتباطه بالعامية. ما الاحتفاظ بهذه العامية كما قلتم كتراث له جمال، له يعني قيمة إنسانية، ولكن يكون الترتيب الأولي والاهتمام الأكبر باللغة العربية الفصحى. وكما قلت الفصحى هي اللغة الأصل، هي الأفصح، ولهذا يعني قل ما يستخدم كلمة اللغة العربية الفصيحة، لكن حينما نستخدم كلمة اللغة العربية الفصحى بمعنى هذا المصطلح أو اللفظ المنتشر والذي يعبر عن المعنى ويغذي اللغة ويثري اللغة العربية ويجعلها هذه اللغة أيضا تتصف بهذا الاسم. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. كان معنا دكتور سردار، لكن يبدو أنه انتظر طويلا لعله يعود إن شاء الله نعطيه المايك. طيب معنا دكتورة منية. دكتورة أستاذة منية تفضلي، المايك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية أتقدم جزيل الشكر للدكتور محمد أحمد دوينة على هذه المحاضرة القيمة، ولمنصة أريد التي أتاحت لنا فرصة المشاركة. في الحقيقة الموضوع شيق وممتع وغني وغزير، أثار لدي مجموعة من الأسئلة والتوضيحات، أتمنى أن تتقبلها بسعة صدر. إن شاء الله. إن شاء الله. بداية بحكم اشتغالي على الحجاج وتحليل الخطاب، من وجهة نظري اعتماد العامية في مخاطبة الناس لإقناعهم يكون ضرورة، إذ أنها المعتمدة عندهم والأقرب إلى قلبهم، وبالتالي استمالتهم، ويظهر ذلك جليا من خلال الاعتماد كذلك للغة العامية في الخطابات الإشهارية، وكذلك من خلال إقناع الناس بالمكوث في منازلها خلال فترة الحجر الصحي. لجأت العديد من الخطابات لاعتماد العامية لتكون أقرب لقلوب الناس وعقولهم، بحكم أن اللغة العامية هي المعتمدة. ثانيا،
ما رأيكم في من يطالبون بتدريس الأطفال بالعامية لكونها اللغة الأم وهي الأقرب إلى عقولهم وقلبهم؟ أنا بالطبع لست معهم، وإنما أحب أن أعرف وجهة نظركم في هذا بخصوص هذا الأمر. ثالثا، ما إمكانية تطبيق سيادة اللغة العربية في البيوت مع الأبناء وفي مختلف المنابر في الأسواق والشارع، وألن يؤثر ذلك على التواصل مع شيوخنا وكبار السن من ذوينا؟ رابعا، ألا تلاحظون أستاذي أن تعدد اللهجات في بداية الإسلام لم يمنع الوحدة بين مختلف القبائل، بل وكما أشار الدكتور حمد الحسني أحالنا على قراءات متعددة ساهمت في إثراء وإغناء تفاسير القرآنية. خامسا، بالنسبة للغة العربية وخدمتها، لا يمكننا إنكار جهود غير العرب، ومكتبتنا خير دليل على ذلك، فلا يمكن إنكار جهود الجاحظ ولا سيبويه ولا ابن أجرم في النحو وغيرهم. سابعا، والسؤال هنا سؤال يتكرر، كيف نخرج اللغة العربية من عزلتها، وكيف نغير نظرة الآخرين لمن يتكلمون الفصحى؟ سؤال آخر، من وجهة نظري هناك عدة اعتبارات تحول دون الوحدة العربية، من بينها اعتبارات سياسية واقتصادية وغيرها. يعني أن مشكل اللغة العربية ليس هو العائق الوحيد. أرسل الآخرين يسألون أيضا دكتورة، جزاك الله خير. نعم، وشكرا، شكرا لكم، شكرا لكم أعضاء، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. تفضل دكتورنا دكتور محمد إذا عندك. تمام أستاذ، أنا أشكر الأستاذة منية لهذه المداخلة الطيبة جدا، أشارت إلى قضية مهمة، وهو أننا الخطاب الآن يجب أن يكون بالعامية، لأن غالبية الكبار يتكلمون بالعامية، هذه حقيقة. ونحن إذا أردنا أن ننور الناس أو نتكلم مع شعوبنا ونتواصل معهم سواء كان في الحجر الصحي أو في أي معلومات أخرى، لابد أن نستخدم العامية كلغة الخطاب. لماذا نستخدم العامية كلغة الخطاب؟ لأن البيئة أصبحت بنيت على عامية. ينبغي أن تبنى هذه البيئة على الفصحى باعتبار هي الأصل اللغة وهي التي تجمعنا جميعا. لأننا إذا نحن خاطبنا أهلنا في القرى أو في الريف بالعامية وشرحنا لهم هذه القضية، الشارح يكون من وطني، لكن أنت لا تستطيع، أنت كمنية لا تستطيع أن تخرج من دائرة وطنك إلى دولة أخرى، دولة عربية طبعا، ريف عربي آخر، قرى عربية أخرى، وتشرح لهم، لأن عاميتك قد تختلف من عاميتي، وبالتالي ربما لا يفهمون شيئا. لكن إذا كانت البيئة اللغوية هي كانت الفصحى، تستطيع أنت أن تتنقل بين كل دول العالم العربي وذات الفكرة وبذات اللغة وبذات المنهج بدون حواجز. لكن الآن أنت حصرت نفسك في بيئتك فقط، في مجتمعك فقط، في الريف فقط، وبالتالي تستمر اللغة العامية هكذا هي لغة الخطاب، فلتبقى هذه لغة الخطاب الحالي. لكن مع هذا نحاول أن نزيل الأمية اللغوية من كبارنا، ونحاول أن نتواصل معهم بالتدرج، وندخل لهم أهمية الفصحى لأن لغة القرآن. طيب إذا أخذنا هؤلاء الكبار إلى المسجد واستمعوا إلى الخطبة، يعني في الغالب الخطبة تكون بالفصحى حتى في القرية، كم في المئة يفهمون هذه الخطبة؟ هذا المدخل الذي يجعلنا نبين لهم تتعلموا الفصحى، تتعرفوا عليها، لا تكون تستمعوا إليها من الإذاعة من التلفزيون، حتى إذا ذهبت إلى المسجد واستمعت إلى الخطيب تستطيعين أن تفهمي كل شيء. فالتدرج، وكما قال، دور المؤسسات، المثقفين، دور الشباب الذين تخرجوا وتعلموا في القرية في الريف، تدريجيا نحن نستطيع أن ندخل الفصحى. ولكن الأهم يمكن أن يكون هذا الجيل جيل عامي كامل ونتعامل معه هكذا، لكن إذا بنينا الأطفال والجيل القادم والأجيال التي تليها بنيناها على الفصحى، وهم بعد ذلك يعلموا أولادهم ويصنعوا بيئة الفصحى لأولادهم ولأطفالهم ولأحفادهم، يكون قد تجاوزنا هذه المرحلة. لأن هؤلاء الكبار حينما تأتي الأجيال التي تليهم تكون غيرت مفهوم العامية وبدأت البيئة بيئة الفصحى. لكن لو استسلمنا على أن كبارنا يتكلمون العامية
ونستمر نحن هكذا وتأتي أجيالنا أيضا وأجيال أجيالنا أيضا لنكون نحن ظللنا نقتل ونضعف الفصحى. لكن لا بد أن نبدأ ونبدأ بالأطفال ونبدأ بالمدارس، ثم بعد ذلك تتحول القضية إلى قضية عامة وتنتشر مع احترامنا للعامية، وممكن أن نحتفظ بها نحن كناطقين أيضا. تقول الأستاذة مونيا أن العامية هي اللغة الأم، ولكن اللغة الأم هي اللغة العربية الفصحى، لأنه هي لغة القرآن وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة أمهات النبي ولغة أهل الجنة، وهي اللغة العامة المعروفة المضبوطة. فإذا جعلنا العامية هي اللغة الأم، من أين استمدت هذه الأمومة؟ لأنها هي ألفت ونحتت نحتا، هي ألفتها البيئة أو التداخل اللغوي في مناطق حدودية، أو نتيجة سحنات احتكت مع سحنات أخرى، لغات تجانست مع لغات أخرى، خرجت لغة وسيطة، هذه اللغة تسمى لغة عامية، لكن ليس لها الأمومة، لأن ليس لها مصدر الأمومة. مصدر الأمومة اللغوية لا بد أن يكون إما مراجع وأسانيد، وإما تاريخ، وإما نحت صخور، وإما لغة منشأة إنشاء، وإما لغة مرتبطة بدين أو بوحي. فبالتالي تتكامل هذه الأشياء لتكون اللغة، لكن اللغة التي تؤخذ من لغات أخرى وتركب من لغات أخرى وتركب من أصوات بيئية وتركب من انحرافات أو من نحت لبعض الحروف وإقلاب وإحلال، هذه ليست أم، لكن تكون لغة مجتمع، لغة محلية تسمى اللغة المحلية. حقيقة هنالك تعدد اللهجات لا يمنع الوحدة، صحيح. الآن أمتنا العربية الأولى، الدولة الإسلامية الأولى، تعددت فيها اللهجات، وكما قلنا بنو تميم لهم لهجة خاصة ومضر لها لهجة، ولكن حينما يأتوا إلى عكاظ كلهم شعراؤهم ومجانينهم ورعاتهم، حينما يأتوا إلى سوق عكاظ كلهم يتكلمون باللغة العربية الفصحى الواحدة الموحدة. هم صحيح يختلفون أحيانا في بعض المدارس النحوية، في إعراض بعض الأشياء، في علل النحو يختلفون في قضايا فرعية، ولكن ليست في الأصول، فيبقى النطق هو الحرف، هو الصوت، هو نفس الصوت. يأتون كلهم من قرى، من البادية، من الريف، من كل الأماكن، يجتمعون في الأسواق، في المؤسسات الدولة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت الخلافة، كلهم يتكلمون بالفصحى. إذا رجعوا إلى أهلهم يمكن أن يتكلموا بلهجاتهم المحلية، ولكن إذا سألت أحدهم بالفصحى يجيبك، وإذا سمع أحدهم القرآن في أي زمان يفهم ويجيبك. إذن هم لم يتركوا الفصحى، لكن نحن في مجتمعنا الآن القضية أننا تركنا العامية وركزنا، تركنا الفصحى وركزنا على العامية جملة، فبالتالي أصبحت ثقافتنا عامية، تفكيرنا ووجداننا ومشاعرنا، وأصبحت لغة التواصل كلها عامية، حتى لغة التعليم عامية. وهذه السيطرة هي التي جعلتنا لا نستطيع أن نتوحد، لأنه إذا نحن احتفظنا بلهجات المحلية مع وجود الفصحى تظللنا جميعا، وبالتالي يتحرك البدوي من الشام إلى مصر إلى ليبيا إلى المغرب إلى أي مكان، يتكلم بلغة واحدة، يخاطب كل القرى وكل البدو وكل الريف بلغة واحدة، يفهم ويفهم، هذا يكون مصدر للوحدة. لكن لا نستطيع الآن، الليبي مثلا إذا تنقل في كل ساحل شمال إفريقيا وفي الخليج العربي وفي المغرب العربي، قد لا يفهم كثير من اللهجات المحلية وقد لا يفهم ما يقول. إذن الفرق بيننا وبينهم هو أنهم في العهد الأول كانوا موحدين، لأن اللغة الفصحى جمعتهم، لم تفرقهم اللهجات المحلية. نحن هنا طمسنا اللغة الفصحى واهتممنا باللغة العامية، فبالتالي أصبحت الوحدة بعيدة. كما قلت أنت، هناك جهود غير اللغة هي مقومات، كما ذكرنا في بداية المحاضرة أن من بين هذه المقومات جوانب سياسية، جوانب اقتصادية، جوانب عسكرية، جوانب أمنية، جوانب فكرية، هكذا أشياء. لكن أساس الوحدة العربية هي اللغة، كما رأينا أساس الاتحاد الأوروبي هي اللغة،
كما الآن هنالك ترتيبات لعقد الاتحاد الدول الآسيوية. هنا الآن تجربة متميزة جدا قامت بها تركيا في جمع اتحاد الدول الناطقة بالتركية. يعني هنالك دول في شرق ووسط آسيا، مثلا كازاخستان، خزاخستان، أرزمينستان، كل هذه الدول التي فيها تان 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 هي تنتمي إلى الجذر بتاع اللغة التركية، جذر اللغة التركية. وهذه اللغة وحدتهم. يعني الآن أنت ذهبت إلى أي دولة من دول شرق ووسط آسيا، الدول الخمسة أو العشرة دول التي كانت الاتحاد السوفيتي والآن انفصلت أصبحت دول قائمة بذاتها، هي ناطقة بالتركية، فبالتالي كونوا اتحاد. الأساس في تكوين هذا الاتحاد هو اللغة، لأن جمعتهم اللغة التركية. وكذلك نقول مثلا الدول الناطقة بالروسية تكون متحدة، الدول الناطقة بالإنجليزية تكون متحدة. حينما نأتي إلى الدول الناطقة باللغة العربية لا تستطيع أن تتحد. الآن يمكن أن تتحد سياسيا، يعني هذه الأنظمة السياسية التي يصفها الناس بكثير من السوالف يمكن أن تتغير، لأن الشعوب ممكن أن تغير كام، ممكن أن تغير الأنظمة، ممكن أن تغير السياسات، ممكن أن تغير الاقتصاد، يمكن أن تتطور الأمة، يمكن أن تشترك في كثير من المشتركات البيئية والاقتصادية. لكن كل هذا إذا تم ولا توحدنا لغة واحدة فتظل هنالك حواجز. يعني العربي يحتاج إلى مترجم عربي آخر، أو العربي لا يفهم كلام العربي، وهكذا أشياء كما ذكر كثير من الناس. فبالتالي تحول بيننا وبين الوحدة العربية وإن توافرت العناصر الأخرى والمقومات الأخرى. الآن هنالك مقومات كثيرة، يعني الآن الجغرافيا واحدة هي أصلا لا توجد مشكلة في التواصل الجغرافي. كذلك هناك كثير من الثقافات موحدة، كثير من الدين أيضا واحد يشملنا جميعا، ولكن ظلت الوحدة بعيدة المنال، إما بسبب السياسة أو بسبب الاهتمام باللغة العربية الفصحى، وهذه اجتهادات. شكرا جزيلا. حياك الله لك، جزاك الله خير. فقط يعني نحاول أن يعني الأخوة أنه يسأل واحد سؤال واحد أو سؤالين لضيق الوقت، ويعني ليت إذا كانت الأسئلة طرحت سابقا أنها لا تكرر، جزاكم الله خير. والآن معنا الأستاذة مريم طه عفانة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم منصة أبيك على الجهد المبذولة، وبارك للدكتور على جهده وعلمه إن شاء الله. فقط سؤالي هو، هل تعتقد أن هناك علاقة بين القومية والعامية؟ يعني مسمى القومية قد من خلال هذا المسمى التي تلتزم به بعض الدول العربية قد برر كثيرا من الأنساق الثقافية، وأحد هذه الأنساق هي العامية. شكرا لك. أستاذة مريم جزاك الله خير، سألت عن مهم، لأن لا تنفك أي مكون عن اللغة. حينما نتكلم عن قومية، إذن قومية لغوية وقومية عرقية. وحينما نتكلم عن مفهوم القومية، هنالك مفهومان للقومية. المفهوم الأول هو مفهوم سياسي، باعتبار أن مثل المفهوم الاشتراكية والرأسمالية وهكذا أشياء، قومية يعني أن يعني إغلاق الدولة أو المكان الجغرافي على فئة أو سحنة مجتمعية محددة، وإقصاء الآخرين أو إبعادهم عن المشهد السياسي أو عدم الاعتراف بوجودهم في الحياة، بالتالي هذا يسمى نوع من القومية. أما القومية بمعناها اللغوي هو أن تجعل الشيء لكل الناس عامة، فهذا ليس فيه إشكال لغوي. لكن المشكلة أننا إذا حصرنا القومية على إطار جغرافي محدد وعلى مجتمعات محددة، هذا بالضرورة أن تكون بينهم لغة واحدة مشتركة. فإذا كانت هذه اللغة عامية تبقى لا توجد مشكلة، لأن أصلا هي قومية محصورة، والعامية دائما تتناسب مع الحصر وتتناسب مع الانغلاق الداخلي والمحلي والمجتمع المغلق المحدود، تتناسب معها العامية لأنها لغة قوم محدودية في جغرافيا محددة في إطار جغرافي محدد. لكن حينما نتكلم عن لغة اللغة العربية الفصحى، هي تخرج من الطوق، لا تتقيد بإطار جغرافي ولا تتقيد بزماني ولا تتقيد بانحسار، لا تستطيع أن تحصر اللغة العربية لأنها هي لغة عامة الناس، لغة أهل القرآن جميعا، لغة المسلمين جميعا. وحتى يعني غير العرب أيضا يقولون هذه لغة الأم،
لأنه أمهات النبي أمهاتنا وهذه لغتهم، فنحن أصحاب اللغة الأم، فتعتبر اللغة العربية الفصحى هي لغة أم لكل المسلمين في العالم ليس العرب فقط. شكرا أخي. جزاك الله خير دكتور. أستاذة جلنار تفضلي. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا أشكركم وأشكر هذه المحاضرة ممتعة جدا ومشوقة، وأتمنى بالمستقبل أكون مزيد من هذه المحاضرات. ما أريد أطول عليكم هواية، لا أريد أن أطيل كثيرا. تمام. بالنسبة للغة العربية فهي لغة مغلة في القدم، لم تذكر فقط في القرآن الكريم، وإنما ذكرت في كتابات قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل 6000 سنة قبل الميلاد، أي ما قبل الكتابة السومرية التي ظهرت في جنوب العراق. هذا فقط للعلم والإطلاع. واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وبالحقيقة من يتكلم بها هم العرب فقط، أي من ينتمي إلى السلالة العربية. وأن عملية إدخال المفردات العامية ما هي إلا مفردات دخيل سلالات غير عربية جاءت إلى الدول العربية من قبل آلاف السنين وعاشت فيها، وعبر مرور الأجيال أطلق عليهم اسم العرب، لكنهم في الحقيقة لا ينتمون جينيا لهذه السلالة. وإن بحثنا عن الحقيقة، من يتقن اللغة العربية بمعانيها ولفظها بدقة ويستطيع فهم كل معنى لكل كلمة عربية، وخصوصا تلك المذكورة في القرآن الكريم أو في الشعر العربي الذي يعود في تاريخ زمنه إلى قريش وما قبلها، على الأغلب ينتمي بسلالته إلى العرب وليس إلى الأعراب والمستعربة والأعرابية. لذلك نجد أن اللغة العربية الخاصة في البادية في وقتنا الحاضر تختلف عن بادية الماضي، ونجد أن معظم الدول العربية كالعراق مثلا كل من يتحدث باللغة الفصحى، طبعا ليس الأغلب، سيلقى الاستهزاء به من قبل الأفراد في المحيط أو الطعن بانتمائه لتلك الدولة، وأن كل من يتحدث بلهجة عامية تختلف عن المدينة التي يقطن بها، مع الأسف سيتم ملاحقته اجتماعيا من قبل المجتمع نفسه بأنه مختلف ولا ينتمي تلك المدينة وأنه دخيل. فمثلا بالعراق يقولون باللهجة العامة، إذا ما تحكي عراقي لعد أنت مو عراقي، وهذا هو الخطأ بعينه مع حزني العميق. فلماذا لا نعتمد على التحليل الجيني الذي يكشف السلالة الجينية التي ينتمي إليها المواطنين في جميع البلدان العربية لتمييز من هو عربيا أصلا وسلالة ومن هو لا ينتمي لها، وبذلك يتم إعطاء الأحقية لمن ينتمي لهذه السلالة بالتحدث بهذه اللغة العريقة والمغلة في القدم. لذلك نجد في القرآن الكريم يذكر في بعض آياته، لا في أكثر آياته، أكثرهم كفرا ونفاقا الأعراب، ولم يذكر العرب. إذن فإن إدخال المفردات واختراع اللهجات ما هي إلا أدوات دخيل للسلالة العربية، وأدت إلى محو هويتنا وعدم التمييز بين الحقيقة والزيف. شكرا جزيلا وأعتذر على الإطالة. شكرا جزيلا أستاذ جولان. صحيح اللغة نزلت قبل القرآن، لكن نحن نقول القرآن هو الذي جعل للغة العربية قيمة وجعل لها معنى وجعلها لغة عالمية شاملة وقوية وعظيمة. لولا القرآن لا تذكر هذه اللغة، كما هناك لغات كثيرة لم تذكر. بالنسبة لأن الانتماء العربي، اللغة ليست مربوطة بأي عرق أو بأي جينات، هذه اللغة اللسان، والألسن دائما ليس لها علاقة بالأماكن ولا بالجينات. اللغة العربية هي لغة لكل من يتكلم اللغة العربية، ليس بالضرورة أن يكون عرقه، مثلا الأمازيغ يتكلمون باللغة العربية هم عرب، البرون يتكلمون باللغة العربية عرب، ونحن في السودان أقرب مثال، جيناتنا أفريقية في الأصل أو زنجية الهوى، ولكن ارتباطنا بالعرب هو اللسان والدين الإسلامي والجغرافيا. لكن إذا نظرنا إلى الأعراق وإلى الدماء وإلى الجينات، فتجد السوداني أقرب إلى الأفريقانية، لكن الانتماء أصلا هو باللسان، تكلم وتعرف، ولسانك هو يقودك إلى ويهدد الهوية. بعد ذلك كونهم عرب عفارقة أو عرب أعاربة أو عرب مستعربة، هذا أعراق ليست لها علاقة باللغة، أن هنالك عرب
ليس لا يتكلمون اللغة العربية. هنالك عرب يتكلمون اللغة العربية ولكن لا يجيدونها، كما قال قبل قليل أخ يعمل في روسيا، الروس يتكلمون الفصحى أكثر من كثير من العرب. فالمعيار المقياس ليس بالجينات وليس بالانتماء العرقي، وإنما بالانتماء اللغوي. تكفينا هذه اللغة أن تجعلنا موحدين متحدين، تجعلنا أمة عربية واحدة لها دورها في الحياة، لها نهضتها، لها إرثها، لها تقاليدها، دون أن ننظر إلى الأعراق وإلى الأصول ومن أين جاء هؤلاء ومن أين هجاء هؤلاء. وهذا الذي كان سببا في تأخير الوحدة العربية أيضا، أن هنالك عصبية للون وعصبية للعرق وعصبية للانتماء النسب وعصبية لهكذا أشياء. وعمر بن الخطاب آخر شيء قال إذا تكلمتم عن الأنساب فيما معنى قوله لتعرفوا فقط، ولكن ليس للعصبية، وإنما الأنساب للمعرفة، لمعرفة هذه جولانار بنت فلان بنت علان بنت كذا، منطقتها كذا، للأنساب وليس للتفاخر بينكم وليس للتمييز وليس للعصبية العرقية. الحمد لله اللغة العربية والعرب عموما تجاوزوا مسألة التصنيف العرقي وهذه إلا في بعض مناطق وبعض ضعاف النفوس، ولكن لا تشمل. فأن العربية للجميع وأن اللغة للجميع وأن العروبة عروبة يعني تنتمي إلى دين عظيم فليست منحصرة، فكل شعوب العالم الذين يحبون الإسلام فهم مسلمين بطبيعة الحال يعني. شكرا جزيلا. شكرا دكتور، جزاك الله خير. حقيقة الأيدي المرفوعة كثيرة دكتور، ووقتنا انتهى، فلا يسعنا في هذه اللحظات الأخيرة إلا أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد ضوينة، بارك الله فيك، جعل هذا في ميزان حسناتك، كانت محاضرة رائعة والتفاعل واضح، ولا زال الناس يحبون السؤال، ولكن الوقت يعني هذا ما نستطيع أن نقدمه، فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وجزاك الله خير أستاذنا وبارك الله فيك وأدخلك الجنة إن شاء الله. إذا من كلمة أخيرة تفضل. وأنت أيضا أخي معد، جزاك الله خيرا لإدارة هذه الجلسة بطريقة رائعة وجميلة، وكذلك نشكركم جزيلا إلى هذا التفكير الإيجابي لهذا البرنامج الطيب المبارك المشاهد المتابع المنتشر والذي سيحقق أهدافا وفائدة كثيرة. نسأل الله لي ولكم الخير دائما ولكل الحاضرين. أشكر كل من شارك وحضر واستمع وشارك وتكلم وداخل، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.